الله الرحمن الرحيم، أهلا بك. ساعات واليوم المنتظر يوم انتخابات النادي الأهلي، لعله فعل سعيد أن يكون هذا اليوم مواكبا لمولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يوم الانتخابات حصيلة دعاية قبلها بشهور والبعض بسنوات. ممكن أن نقول اليوم أن الجني سيكون في هذا اليوم، ولكن لمن لا يعرف أعضاء النادي الأهلي نعرفه. الأهلي لا يقبل بالتجاوز، لا يقبل بالأكاذيب، لا يقبل بالافتراءات. من تطاول وكذب ونافق وطبل وانبطح سيعلم أي منقلب سينقلبه. من زايد من أجل أجندة أو من أجل مصلحة أو من أجل إعلام سيعلم ما فعله، وسيعلم مسيلمة الكذاب مسيلمة الإعلام الرياضي إلى أي مدى قد أضر بمن ناصره. نقول ذلك لمن لا يعرف أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. لا تقبل التجاوز ولا تقبل المزايدة، خصيصا ممن تعرفهم، ممن شاهدتهم وهم جيين، وهم الذين أتوا من النجوع والقرى ويعرفونهم جيدا. إذن بعد غد سيكون الرد من الجمعية العمومية على من تجاوز في حق النادي الأهلي ومرشحيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا. والأهلي ينتخب. مبروك للنادي الأهلي، فوز مهم جدا على النادي المصري النهاردة، وهذا هو الأهلي. بسم الله ما شاء الله، فريق في مرحلة مهمة جدا جدا، مرحلة انتخابات، ولكن الأهلي يفوز والآخرون يخسرون. الأهلي يفوز لأن الأهلي في مبادئ، في قيم، في استراتيجيات، في غلق على الفريق. سابع انتصار في سابع مباراة، سادس انتصار النادي الأهلي بيحقق في شهر كله دعاية انتخابية، كله كلام عن الانتخابات. ولكن يحسب لمجلس الإدارة ويحسب للكابتن حسام البدري أنه قفل على الفريق وقدر يحقق انتصارات مهمة، منهم الإسماعيلي والمصري، اثنين من أكبر المنافسين على بطولة الدوري هذا الموسم. جمهور النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية عايزين النادي الأهلي يوصل الانتصارات. هو هذا هو الأهلي، هذا هو قدر النادي الأهلي، أنه يقدر ينتصر حتى في وقت المحن، حتى في وقت الصعاب. النادي الأهلي عنده شعار واحد، الأهلي فوق الجميع. النادي الأهلي عنده شعار واحد، أنا لازم أكسب، لازم أفوز. هي دي أخلاق النادي الأهلي، وهي ده كل عضو في النادي الأهلي، وكل شاب وكل شابة وكل شبل داخل مدرسة الكورة بالنادي الأهلي، وأيضا في كل الألعاب الأخرى، متربي على أنه يحصد الفوز مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الإغراءات، مهما كانت الضغوط. أنك تواصل الانتصارات ده شيء مهم جدا، وكل الأهلوية بيفتخروا بيه. أيضا مواصلة الإنجازات في أنك مش بس تكسب في كرة القدم، مش بس تكسب في الألعاب الأخرى، ولكن تكمل المنظومة المؤسسية للنادي الأهلي. دائما وأبدا الأهلي يعطينا دروس، وهذا هو الأهلي. الأهلي يفوز وقت الانتخابات والآخرون يخسرون. صالح سليم المايسترو. محمد صالح محمد سليم أحد أهم رموز التي أثرت بشكل مباشر في تكوين كيان الأهلي ومكانته عبر العصور، فهو الرجل الذي أفنى حياته في خدمة النادي الأهلي داخل وخارج الملعب حتى آخر يوم في عمره. وبدأت حكاية صالح سليم
عندما انضم لصفوف فريق الناشئين عام 44 قبل أن يصبح أحد أعمدة الفريق الأول في أواخر الأربعينات ليقود جيلا ذهبيا ساهم وبقوة في بناء قاعدة بطولات النادي الأهلي بالفوز بدرع الدوري العام لتسعة أعوام متتالية كرقم قياسي لم يتكرر. وسجل صالح سليم ما يقرب من 100 هدف بالفانيلة الحمراء. الشمال لصالح سليم وانتوبن وبنطه هو الجول ويحطه في الجول الجول الثالث. ساهمت في حصوله على حوالي 20 بطولة كلاعب حتى اعتزاله عام 1967. وكان اعتزاله بمثابة بداية جديدة من العطاء خارج الملعب، حيث عمل صالح مديرا للكرة عامي 71 و72، ثم فاز بانتخابات رئاسة النادي الأهلي عام 80، وقاد المايسترو من كرسي الرئاسة النادي الأهلي لتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات في فترة الثمانينات، أهمها الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى عام 82. وانتهت فترة رئاسته الأولى بنهاية عام 88، ولكنه سرعان ما عاد لبيته في عام 1992 لولاية ثانية استمرت 10 سنوات بنى فيها صالح قاعدة الاستقرار التي ساهمت في زيادة حصيلة الأهلي من البطولات وارتفاع أسهمه حتى نال بجدارة لقب نادي القرن. وفي 6 مايو عام 2002 رحل صالح سليم بعد صراع مع سرطان الكبد، ولكن بقيت ذكراه خالدة لما قدمه من أسس ومبادئ ألقت بظلالها على كل من له صلة بالنادي الأهلي. خسر كثيرا من لم يرى الكابتن صالح سليم. شرفت بلقاء الكابتن كعضو في النادي الأهلي، وشرفت أكثر بإجراء لقاء معه لبضع دقائق عندما كنت مذيعا بالإذاعة المصرية. صالح سليم إذا ما احتفظنا طبعا باللقب، إذا قابلت في حياتك، يعني أنا قمت بالتسجيل مع شخصيات عظيمة جدا جدا، صالح سليم يوضع في قائمة أو في أحد أفضل من قمت على ما تنوع 30 سنة إعلام شرفت بإجراء حوار معه. هذا الرجل كان لا يكذب إطلاقا. عندما تقوم بسؤاله عن شيء لا يتورع إلا يقول لك معرفش. عمره يعني أنا في اللقاء اللي أجريته معاه كان 7 دقائق وكان مسافر لندن، وسجلت معاه في صالة قدار الزوار، وكانت يعني أفضل ما قمت به من أفضل ما قمت به في حياتي. هذا الرجل العظيم فعلا من لم يرى الكابتن صالح سليم خسر خسر خسر. والحمد لله الحمد لله إن أنا شرفت بلقائي، وشرفت أيضا بالحوار معاه. ولما تكون عضو في الأهلي، مع أن أنت عضو يعني لا موظف ولا حاجة، كان لهذا الرجل سمتان: تحبه وتحترمه، تخشاه على الرغم أنه لم يفعل لك شيء، لكن فعلا شرف لأي حد أن يكون قابل المايسترو كبير الأهلوية، من وضع حجر أساس ولبنة مهمة كبيرة جدا في بناء النادي الأهلي اليوم. إنه المايسترو العظيم صالح سليم. ألف رحمة يا كابتن عليك، وإن شاء الله رب العالمين نظل طوال ونظل طوال عمرنا نردد الأهلي فوق الجميع كما قاله الكابتن والمايسترو عمنا كلنا. دي حقيقة، عضو جمهور عامل كابتن صالح سليم، رحمة الله عليك يا كابتن صالح
ودايما دايما دايما نتذكرك مع كل القيم ومع كل الأخلاقيات ومع كل شيء جميل وإيجابي. رحمة الله على الكابتن العظيم صالح سليم. صراحة كابتن صالح سليم بالنسبة لأي أهلاوي على مدار التاريخ منذ أن كان لاعبا وأنت تسمع عن حكايات وأساطير الكابتن صالح سليم، مواقف كتير جدا تبين لك قد إيه قوة هذه الشخصية وقد إيه كان عنده ذكاء وقد إيه كان عنده رؤية إلى الأمام وقد إيه كان شخصية قيادية داخل الملعب وخارج الملعب، حينما كان لاعبا حينما كان إداريا، كيف كان في أصعب الظروف كان له دورا داعما جدا لكل المجموعة وكل المنظومة، ليس فقط فريق كرة القدم ولكن لمنظومة النادي الأهلي بأكملها. كلام مهم جدا عبر التاريخ، حتى حينما كان رئيسا للنادي الأهلي كان هو بداية عهد الاحترافية، بداية عهد الاحترافية داخل الكرة المصرية كانت من عناصر الكابتن صالح سليم، عناصر تفكيره وعناصر كيفية يدير كرة القدم. في أحدى اللقاءات كان يتحدث مع أحد اللعيبة في فترة التسعينات، وكابتن صالح سليم أسطورة مع أحد هؤلاء اللعيبة، راجل لعيب حريف وكابتن صالح سليم لعيب كرة حريف، فبيتناقش مع هذا اللاعب قال له أنت ليه ما بتعملش كذا في الملعب وليه ما بتعملش كذا؟ بيرد عليه هذا اللاعب وهو من الكباتن الكبار يقول له كابتن صالح المدير الفني هو اللي طلب مني كده، رغم أن اللي بيقول له مين؟ كابتن صالح سليم. يقول له لا، انسى الكلام اللي انا قلته لك واسمع كلام المدرب هو اللي صح. ده اول مبدا الاحتراف، ده اول مبدا الاحتراف. صالح سليم اسطوره كره القدم، الراجل اللي يعني عنده معلومات وعنده خبره في كره القدم اكتر من اي حد، ولكن في وقت المبادئ ووقت الاحترافيه هو اللي يديك دروس، يعني كيف تتعلم ان تكون اداريا محترفا، كيف تتعلم يعني ايه مبادئ واخلاقيات، لان الاحترافيه في الاداره أخلاقيات. كل الأندية على مستوى العالم اللي صعدت وبقت متصدرة المشهد أيضا عندها نفس السيستم، وبداية السيستم الاحترافي داخل كرة القدم المصرية. وعشان كده دايما بقول لحضراتكم الأهلي يسبق أي شيء في تطبيق الاحترافية بطبعا أشياء كثيرة جدا فعلها الكابتن صالح سليم، وإن هذا اللاعب يتلقى هذه النصيحة من الكابتن صالح سليم على الرغم انه كان خايف يقولها ولكن قالها، لان الكابتن صالح كان بيحاوره، ولكن النصيحه اتت في الاخر اسمع كلام المدرب ما تسمعش كلامي انا، على الرغم انه هو كابتن صالح سليم. هذه هي قيمه الرمز، هذه هي قيمه الاسطوره، وعشان كده الاهلي وصل انه يبقى فوق الجميع. احنا عندنا فتره الاخبار، احنا كنا بادئين كان اخر مره كان بادئين بالمهندس محمود طاهر. في خبر ما اعرفش هل هو من محاسن الصدف ان يبقى النهارده هو الفي او ويبقى الفيلم التسجيلي عن الكابتن صالح ولا ايه. الخطيب صالح سليم لا علاقه له بقيم ومبادئ النادي الاهلي. احنا هنقرا الخبر لان الاخبار احنا بنقرا الخبر تعلمناها لما كنا مذيعين اخبار، لا الخبر بحياديه هنكتب بالظبط، هنقول ما هو مكتوب. اكد محمود الخطيب المرشح على منصب رئيس النادي الاهلي في الانتخابات المقرر لها الخميس المقبل، اكد ان الراحل صالح سليم رئيس القلعه الحمراء الاسبق لا علاقه له بقيم ومبادئ النادي الاهلي، حيث إن تلك القيم تعود إلى الرمز الأسطوري مختار التتش. وقلل الخطيب خلال تصريحاته مع برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي من تأثير تأييد أسرة الراحل صالح سليم لصالح منافسه محمود طاهر، مؤكدا أن أسرة الراحل لا تمتلك شعبية داخل أروقة النادي. وأوضح الخطيب أن أبناء مختار التتش يساندون قائمته ويحرصون على حضور جميع الندوات والجولات الخاصة بالقائمة. هل لو تركناها هكذا بدون تعليق وتركناها على المجمل، هل يبقى احنا أوفينا حق الكابتن محمود الخطيب؟ أم أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من رمز، وهناك رمز يكمل الرمز، وهناك من يبني اللبنة الأولى فالثانية فالثالثة. هل كان من الأفضل أن يقول الكابتن محمود الخطيب
أن الأسس قد وضعت منذ إنشاء النادي الأهلي، وأخذ الكل يبني ويبني ويبني. بنى الكابتن مختار التتش، ثم أتى معه أبناء الأهلي، ثم أتى الكابتن صالح سليم. عندما نقول أن كل من كان في النادي الأهلي له فيني. من منا ينسى الفريق عبد المحسن كامل مرتجي؟ مين يقول؟ أنا شرفت بلقاء الفريق مرتجي، وشرفت بلقاء الدكتور الوحش عبد صالح الوحش، وشفنا. أرجو أنا يعني بالتأكيد هذا التصريح مش مختلق، لأنه موجود مع الزميل وائل الإبراشي. فأنا كنت أرجو أن الأمور تقال بغير ذلك. مكملين مع أخبار قائمة الكابتن محمود الخطيب. ونائب رئيس الأهلي الأسبق بيطلع وبيصرح وبيغرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كيف يقللون من الخطيب الخلوق إداريا. تعجب الأستاذ أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق التقليل من خبرات الكابتن محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي إداريا. وطبعا كلكم حضراتكم عارفين ان كابتن محمود الخطيب يستعد لطول الانتخابات على منصب الرئاسه، واشار في تغريده زي ما قلت لحضراتكم على موقع تويتر: اتعجب لمن يعاير الخطيب بضعف خبرته الاداريه وقد ترأس المكتب التنفيذي لمده 10 سنوات، وبما انني شرفت بترأسه لمده سنتين فانا اعلم حجم المسؤوليه التي تحملها حتى استلمت منه الاهلي نادي القرن والاكثر تتويجا. واختتم: يكفيك فخرا دماثة خلقك وهي اللبنة الأولى لصناعة الأبطال. ده كان تصريح للأستاذ أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة الأسبق. على فكرة يا جماعة، لا يوجد داخل جدران النادي الأهلي من يقدر أن يقلل من الكابتن الخطيب. كان شرف لينا كلنا إن احنا والكابتن الخطيب طالع من الملعب، أو الكابتن الخطيب موجود كعضو مجلس إدارة، إن احنا نصافح الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب بالنسبة لجنة هو نجم جيلي والأجيال القادمة. لكن أرجو أن يوضح الكابتن محمود الخطيب هذا التصريح عن الكابتن صالح، وجل من لا يخطئ. وإذا كان الكابتن محمود لا يقصد ذلك، لأننا إذا فهمنا التصريح على وجه ما هو مكتوب، لا نأبى على الكابتن الخطيب إطلاقا لما له من معزة في قلوبنا لا ينافسها معزة أي لاعب جه في النادي الأهلي، ومع احترامي للجميع. فأرجو من الكابتن، من محب ومن عضو في النادي الأهلي، أن يراجع أو يوضح أو يفسر. هذا رجاء من محب يا كابتن محمود. سيبك من أي نوع من الانتخابات، انت الخطيب يا كابتن. نروح لاخبار مهمه جدا. سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي صرح تصريح مهم جدا، واكد ان النيابه الاداريه هي التي ستدير انتخابات النادي الاهلي، وكشف ان اداره النادي قررت الاستعانه بموظفي هيئه النيابه الاداريه لمعاونه القضاء الذين سيدورون العملية الانتخابية في النادي غدا الخميس، والتي اشتعل التنافس فيها بين الثنائي مهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب على الفوز برئاسة النادي. وقال سيادة اللواء شيرين انه تلقى خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية يفيد بموافقتها على طلب النادي بقيام موظفيه بمعاونة القضاء في متابعة الانتخابات تطبيقا للبند 16 من اللائحة الاسترشادية، إلا أن قائمة الكابتن محمود الخطيب اعترضت على ذلك. واستجاب سيادة اللواء شيرين شمس لطلبها حماية لموظفي النادي من أي اتهامات أو شكوك، حيث لا يقبل النادي تحت أي ظرف الإساءة أو اتهام أي من الموظفين الذين هم دائما مثال الالتزام والأمانة والنزاهة. بمناسبة اللجنة الأولمبية، أنا أذكر اليوم اللجنة الأولمبية. تذكروا أننا مرارا وتكرارا أن هناك بعض الأخطاء قد لا يحمد عقباها بعد الانتخابات، وتذكروا ما قلنا وما حكم بطلان اتحاد السلة ببعيد. مؤتمر صحفي لشرح إجراءات انتخابات الأهلي. يعقد اللواء شيرين شمس مؤتمرا صحفيا ظهر الأربعاء
يتحدث فيه عن كافة إجراءات وخطوات العملية الانتخابية، ويستعرض خلاله نظام وقواعد التصويت، ويقدم للإعلام شكل الصندوق الانتخابي واستمارة التصويت، ويرد على كل المزاعم والشائعات التي ترددت طيلة الأيام الماضية بشأن عراقيل تريد الإدارة التنفيذية وضعها أمام أعضاء النادي بقصد تعطيل العملية الانتخابية، كما يشرح القواعد التي سيتبعها النادي بشأن دخول الإعلاميين يوم الانتخابات. عندي خبر مهم لكل جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي هينقل مقر تدريبه، طبعا النادي الأهلي بيتمرن في ملعب مختار التتش في أهلي الجزيرة، هينقله إلى استاد القاهرة. النادي الأهلي عنده مواجهة مهمة جدا قدام نادي إمبي يوم السبت في الجولة الـ12، وزي ما ابتديت مع حضراتكم قلت إن من أهم العوامل اللي فعلا لازم نشكر عليها الجهاز الفني ومجلس الإدارة إن هم فصلوا فريق الكرة عن ما يحدث في الانتخابات، وده باين ما شاء الله. النادي الأهلي بيكسب الإسماعيلي، بيكسب النادي المصري، والفرقتين سواء الإسماعيلي أو المصري هم المتصدرين جدول دوري العام حتى هذه اللحظة، لأن النادي الأهلي عنده لقاءات مؤجلة إن شاء الله في حالة فوزه فيها إن شاء الله هيتصدر الدوري بفارق يعني كويس من النقاط، وده هيديله دفعة كبيرة جدا إن يكمل إنجازاته. النادي الأهلي وصل إلى الدوري رقم 40. ده كابتن حسام البدري هيذهب للتمرين في ملعب استاد القاهرة، وعودة مرة أخرى لأجواء استاد القاهرة، استاد الذكريات، على الرغم طبعا من القيمة الكبيرة لملعب التتش. ملعب التتش صراحة له شكل تاني، وبعد ما المدرجات كده اتلونت بألوان النادي الأهلي بقى ليها شكل أجمل، بقى ليها طابع أجمل، فهذه الأمور طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي كنا لازم نقول لحضراتكم عليها، إن خلاص التمرين هينتقل إلى استاد القاهرة. أتعرض للظلم منذ رئاسة الأهلي والنادي ليس تركة سيتم بيعها، ده ما قاله المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي. أبدى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر لها الخميس استياءه من الظلم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، واستغلال بعض الأحاديث سواء الصحفية أو الفضائية واجتزاء أجزاء منها ونشرها على وسائل الاتصال الاجتماعي من أجل إيهام الأعضاء والجماهير بوجود خطر في حالة انتخابه، وهو أمر مؤسف يدعو للحزن كونه يأتي من أبناء النادي الذين دائما ما يتشدقون بالمبادئ وهم بعيدون كل البعد عنها. وقال طاهر: أتعرض للظلم منذ اليوم الأول لانتخابي، فعقب الانتخابات مباشرة تم رفع دعوى قضائية ضد المجلس بحجة وجود أخطاء في إجراء الجمعية العمومية التي أقيمت حينها لاختيار المجلس الجديد، ثم بعد ذلك تم حل المجلس وتعيين نفس الأعضاء الذين فازوا بثقة أعضاء النادي، وتابع عقب قرار التعيين: تعرضنا لهجوم شديد بحجة تخلينا عن مبادئ النادي وقبولنا بالتعيين، رغم أن بقاؤنا في مناصبنا كان إنقاذا للنادي من الدخول في دوامة أو التعرض لهزة إدارية كان التاريخ سيحاسبنا عليها. الكابتن مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طلع بتصريح بيقول فيه أنه هو رفض الانضمام لقائمة الكابتن محمود الخطيب إيمانا منه بقدرات المهندس محمود طاهر وقائمته. الكلام ده كان قاله عضو مجلس إدارة النادي الأهلي معانا هنا في الأهلي ينتخب، ولكن طلع وصرح نفس التصريح لوسائل الإعلام، وأكد على أنه لافتا أنه لا يزال يريد أن يتعلم الكثير من المهندس محمود طاهر لأنه يمتلك قدرات إدارية واقتصادية مميزة. وأهم ملف بالنسبة للكابتن مروان هشام أن هدف المجلس خلال 4 الأعوام المقبلة في حالة نجاحه هو تطوير كل قطاعات الناشئين بكافة الألعاب، ودي أحد أهم أبرز الأولويات قائمة طاهر خلال 4 سنوات المقبلة. الكابتن عبد صالح الوحش، كابتن عبد صالح الوحش استاذ التربيه الرياضيه والخبير الكروي و و و و ورئيس النادي الاهلي، هذا الفي او وهذا التقرير عنه ليعرف من لا يعرف من هو الكابتن الوحش. عبدو صالح الوحش الرئيس 11 للأهلي. نشأ عبدو صالح الوحش في حي السيدة زينب بالقاهرة
وبدأ حياته الرياضية لاعبا من نادي الأهلي وعمره 15 سنة، وظل يلعب ويكبر فيه حتى قاد النادي الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري عام 53-54، ثم اعتزل وهو في سن 25، واكتسب الوحش مكانة بارزة في تاريخ كرة القدم المصرية بصفة عامة باعتباره أحد العمالقة في مجال التدريب بعد رحلة قصيرة كلاعب في مرحلة الخمسينيات. كما تولى رئاسة الأهلي خلال الفترة من 16 من ديسمبر عام 88 إلى 6 من فبراير عام 92، وتلقى الوحش عددا من الدورات التدريبية في ألمانيا والنمسا مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وحقق الوحش أحد أكبر إنجازاته في بداية مشواره التدريبي عندما قاد الفريق الأول للأهلي لتحقيق مفاجأة تاريخية بالفوز الشهير على بنفيكا بطل أوروبا في عام 62. ويذكر للوحش أنه تخرج على يديه العديد من عمالقة التدريب في مصر، كما قاد المنتخب الوطني للوصول لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس عام 84، وعمل مفتشا بوزارة التربية والتعليم بالكويت عام 63، ومدربا لمنتخب الكويت لمدة 5 سنوات، وعندما عاد قام بتدريب الأهلي مجددا لمدة 2. والتحق الوحش بالاتحاد الأفريقي كمدير للإدارة الفنية، ثم عمل بالاتحاد الدولي منذ عام 82، ومن عام 1985 بدأ يضع جميع الدراسات لمدربي أفريقيا بالاتحاد الأفريقي، واستمر 13 عاما حتى عام 98. ويعد الوحش رائدا لتدريب الأكاديمية في الوطن العربي، وواحدا من 8 خبراء في اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا. لأنه النادي الأهلي فكل حاجة مختلفة، الطباعة مختلفة، الطريقة مختلفة، الانتخابات مختلفة، حتى الدعاية دعاية مختلفة جدا عن أي نادي آخر، لأنه النادي الأهلي نادي القرن، فالدعاية مختلفة. تحس إن في ملايين بتتصرف، تحس إن في حاجات كتير قوي بتشوفها، الشوارع كلها، الصحف، السوشيال ميديا، في كل حاجة تتحدث عن انتخابات النادي الأهلي. بس هو نادي القرن، هو ده قدره، والأهلي يستحق فوق ذلك بكثير، لأن ده النادي القرن، النادي الأكثر تتويجا في القارة الإفريقية، والأكثر تتويجا داخل طبعا على الإقليم المحلي داخل مصر. فهو ده قدره، قدر النادي الأهلي أنه دائما سباق في الرياضة حتى في الانتخابات والدعاية الانتخابية بالتقال. قبل ما أكمل وراء فاروق، احنا كان عندنا تقرير لأحد أعظم الرياضيين في مصر، وشرفنا أنه برئاسة النادي الأهلي كابتن عبد صالح الوحش منذ 30 عاما بالتحديد. أخذني الزميل العزيز الأستاذ شوقي حامد، قلت له أنا يعني كان قال لي أنا رايح أجري حوار مع الكابتن الوحش في حديقة راتب، فقال لي قلت له طيب كويس ان انا اروح معاك. منذ ذلك اللقاء وتلك اللقاء في مخيلتي، هذا الرجل الذي كان يسبق عصره وكان مثاليا للغايه وكان حالما وكانت عنده اخلاقيات ساميه لدرجه غير عاديه. الرجل ده كان المجلس استقال من عند مجلسه واعضاء، كان يقدر ان هو يجري انتخابات على الاعضاء اللي استقالوا، لكن هو فضل ان يجري انتخابات عامه لم يفز فيها، وفاز فيها وقتها المايسترو صالح سليم. وكانت الدوره اللي قبلها كان فاز على رحمه الله عليه كمال بحافظ، هذا الرجل اللي قعدنا سنين طويله جدا وكيل للنادي الاهلي.
فلازم النادي الأهلي زي ما بنقول لم يتولى شخص أو النادي الأهلي حتى لو لم يكن رئيسا إلا ووضع لبنة في هذا النادي. نرجع للي قاله فاروق، الدعاية. أولا الدعاية لا تحتسب فقط لافتات في الشوارع أو الأوتدور، الدعاية تدخل فضائيات، الدعاية تدخل صحف، الدعاية تدخل مواقع. لا ما يعني كان يتهم المهندس محمود طاهر بدعايته المتأخرة لدرجة أن البعض حتى كان أمام النادي الأهلي كانت قائمة الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب الأماكن المميزة دائما وفي كل مكان. ما أعرفش هل هذه كانت نوع من أنواع يعني مقصودة أن يترك الكابتن محمود أن يترك المهندس محمود طاهر وقائمته أو ما هو وراءه من دعاية ورجال الأعمال الذين يساعدونه حتى تتضح الصورة من الآخر، فتكون هذه الدعاية بتلك الحرفية لدرجة أنك تشعر بانتشارها، زي ما مدير فني يعرف يوظف لاعبته تشعر وقتها أن هم أكثر من 11 لاعب. ولكن لو أنت جيت بالورقة والقلم، وأنا راجل كبتاع ميديا وبتاع إعلام، هقول لك لو حسبت تلفزيون قد إيه، ولو حسبت مواقع قد إيه، وفضائيات قد إيه، ولو حسبتها وقيمتها بالورقة والقلم، هتلاقي في أمور كثيرة جدا غير واضحة للغير مختص. لكن إحنا كمختصين لو مسكنا ورقة وقلم هنقول في وعي شديد جدا بأن تظهر دعايتك حتى لو أقل إنها أكتر. ايضا يا دكتور خالد، في ابتدى يبقى في ابداع في الدعايه، ابتدى يبقى في تطور تكنولوجي داخل الدعايه. كنت ذكرت لحضرتك وسائل التواصل الاجتماعي، وهي فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل هذه وسائل التواصل الاجتماعي. ايضا في حاجات جديده تبتدي تشوفها، تبتدي تشوف حاجات في النيل، تبتدي تشوف كول سنتر بيتواصل معاك وبيبرز لك، تبتدي تلاقي رسائل اس ام اس على هاتفك الا محمول، تبتدي تلاقي وسائل جديده ما كانتش بتستخدم قبل كده في الدعايه، لان احنا على قديمه هتلاقي اللي بيستخدم سواء بقى لافتات في الشوارع، سواء صحف، سواء كذا سواء كذا. لا دلوقتي تطور، يعني ده التطور بتاع الحياه، بتستخدم كل حاجه دلوقتي من الموبايل بتاعك، فبتتواصل مع العالم من خلال هذا الهاتف الذكي لكل شيء، فبتلاقي حاجات جديده. ايضا ممكن تلاقي عربيات اللي هي الدوجات داخل ماشيه بلافتات، كل هذه الامور دخلت في دعايه النادي الاهلي المواكبه للعصر والتطور التقني. يا فاروق في حاجه كمان، الناس مش يعني عشان لما نيجي نحسب، في حاجات عندنا اسمها الدعايه الغير مباشره. يعني أنا مثلا لما أكون مرشح في قائمة وأنا كراجل أعمال والعلامة التجارية بتاعتي في كل البرامج وفي كل، طب ما هي دي دعاية تحسب من الدعاية لما أنا أكون راجل أعمال ونزل في القائمة معاك، شركاتي دي دعاية، الأشياء دي كلها لما تيجي تقيمها وتحسبها، إحنا بتوع إعلام لما نيجي نقيمها دي كلها بفلوس. يعني النهاردة فاروق يمتلك شركة، فاروق نازل مع سين، سين ده لما يعمل للدعاية فانت بتعمل لفلان وقائمته، لما تيجي تحسبها دي فلوس. بس هي يعني هي الموضوع ببساطة الدعاية والإعلان، الإفراط في الدعاية والإعلان، قد يكون هذا الإفراط لعدم وعي، وقد يكون العين ترى التنوع فيعطي للآخر أن هذا هو أكثر، ودي شطارة من يقوم بالإعلام. في مدرسة في الإعلام تقول لك أنا هحتل الأول الأماكن واعمل خلاص، أنت كده اديت، انت بتدي ايمج، انت بتبدا قبليها بشهرين، قبليها بثلاثه، لكن انا ممكن ابدا قبليها بشهر بس خلاص انا عرفت خريطتك انت ايه وابدا العب على خريطتك. فهو ده الميد، ده الاعلام. وابتدت تخش شركات متخصصه هي التسويق بشكل قوي جدا في هذا المشهد، ابتدت تتصدر هذه الامور. عشان كده قلت لحضرتك وفي حاجات كتير جديده ما كناش متعودين عليها في السابق انها تحدث في الدعايه الانتخابيه، ولكن انا بقول لحضراتكم هذا هو نادي القرن، هذا هو النادي الاهلي، كل حاجه جديده دايما صدقين، دايما صدقين، والانديه بتجري ورانا فعلا. بعديها ملخص ندوات الكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر على مر الايام الماضيه، كل الملخصات والملخصات واهم ما جاء فيها ستكون معنا في هذه الفقره، ثم نستقبل ضيفنا وزير مالية النادي الأهلي وأحد 2
في تاريخ النادي الأهلي، رفعوا النادي الأهلي ماليا. السبت النائب محمد عبده نائب وزير المالية رحمة الله عليه والأستاذ كامل زاهر. نبدأ بندوات المهندس محمود طاهر ثم كابتن مصر والنادي الأهلي والمرشح على منصب رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. دخلنا الانتخابات الدورة اللي فاتت قدمنا وسمعنا منكم ومن جميع الأعضاء في جميع فروع النادي طلباتكم كانت ايه وكنتوا عايزين ايه وبتشتكوا من ايه، وده ما لا يسيء لحد وما هوش عيب حق حد. احنا مجلسنا قد ما قد وعمل ما عمله، وهناك لسه حاجات كتير قوي وطلبات كتير قوي، والطلبات دي مش هتخلص لا في المجالس السابقه ولا في مجلسنا ولا في المجالس القادمه ايا كانت هذه المجالس القادمه. فاللي انا عايز اقوله انه في ناس مش عاجبها ما يحدث في النادي الاهلي، وفي ناس حاسه انه النادي الاهلي ده لو مش بتاعهم يبقى نسعى كلنا لهدمه. انا ما بتكلمش من فراغ، احنا بنتكلم بورق وبنتكلم بمستندات وبنتكلم في ماذا حدث. الكلام ده بيزعل ناس ليه؟ بيزعل من يزايد ليه؟ ونبتدي نتكلم في حاجات ملهاش علاقه بارض الواقع. انتوا اللي فئتكم القرار، الجمعيه العموميه هي اللي فئتها القرار. الجمعيه العموميه هل انا ممكن يجي مجلس اداره يقرر يبيع النادي الاهلي؟ ايه النفس المريضه وايه العقل المختل اللي يتخيل ان ممكن يجي واحد هيبيع النادي الاهلي؟ انما نخش بقى ده هيبيعوا فريق الكوره، دول رجال اعمال. رجال اعمال ايه؟ ما رجال الاعمال موجودين طول عمرهم، ورجال الاعمال بيساندوا النادي الاهلي من قديم الازل، وعمر ما حد اشترى النادي الاهلي من هؤلاء رجال الاعمال. اشمعنى دلوقتي رجال الاعمال هيشتروا النادي الاهلي؟ وهيشتروه ازاي؟ هو ما فيش قوانين؟ هو ما فيش جمعيه عموميه شايفه؟ ازاي هيحصل؟ ما فيش جماهير سامعه كل الكلام ده. قررنا في الفترة اللي تولينا فيها في بدايتها ان احنا نحاول نسوق بطرق مختلفة عشان نخلي النادي الاهلي مؤسسة اقتصادية زي ما بقول تسمح لي بحاجات كتير قوي انا ما اقدرش اعملها دون ان يكون عندي دعامة اقتصادية قوية جدا. ده اللي الناس مش فاهماه، وده اللي الناس فاهمة انه رجال اعمال داخلة بس عشان تشتري النادي. لا، هي رجال اعمال داخله تزود موارد النادي، تسوق النادي بطريقه كويسه، تسوق. وبالمناسبه دي انا مش رجل اعمال عشان بس الامور تبقى واضحه، انا لست رجل اعمال، انا رجل صناعه وخدمات في مجالي وفي مجال واحد بس فقط، ما بشتغلش في اعمال كتيره، فانا مش رجل اعمال، لا اصنف رجل اعمال. انما اللي انا عايز اقوله انه قصه برضه بيع النادي الاهلي وشراء النادي الاهلي، لا، انت محتاج رجل اعمال او محتاج ناس بعقليه وبفكر اقتصادي. عايز تسميه رجل اعمال، عايز تسميه دكتور، عايز تسميه مهندس، عايز تسميه اي حاجه، انما انت محتاج فكر رجال الاعمال والفكر الاقتصادي كويس اللي يقدر يعمل للنادي الاهلي قاعده ويقدر يعمله مؤسسه وينقله من مرحله نادي كروي كبير جدا الى مؤسسه اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه كبيره جدا. احنا لا نحب المزايده، انما احنا جاهزين لاستكمال هذا الموضوع. هناك مشاكل كتير جدا زي ما بقول، كل ملف كنا بنمسكه كنا بنحاول نفصصه عشان نخرج من المشاكل اولا ثم نعيد طرحه ثانيا. الناس اللي بتقول ان احنا طرحنا مزايدات كانت مفروض ان هي تطرح فعرفنا نجيب فلوس اكتر، لا، الفلوس الاكتر في اي مزايده بتيجي ب 10% ب 15%، ما بتجيش ب 60% وب 100% وب 150%، لا، 150% ده في جهد تسويقي بيتعمل، 200% في جهد تسويقي بيتعمل، في حاجات زي البث الفضائي. البث الفضائي كنا بناخد 12 مليون جنيه ولو كسبنا الدوري ناخد 4 مليون جنيه زياده. احنا لما جينا كان برضو البث الفضائي فيه احتكار، وسعنا وعملنا اجراء غير مسبوق وتحالفنا مع 7 انديه اخرى في الدوري الممتاز وعملنا سيناريوهات كتير جدا
وحطينا حد أدنى لسقف البث الفضائي أو حد يعني لا يقل المبلغ المعروض للبث الفضائي عن رقم معين، وكان ساعتها 70 مليون جنيه. وأحب هنا أنا أشيد بدور واحد زي المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، لأنه تحالف مع النادي الأهلي كوادي دجلة وخمس أندية آخرين، ولولا تحالفنا هذا ما كنا استطعنا إن احنا نجيب 70 مليون جنيه للسبع أندية، ويكون الحد الأدنى للنادي الأهلي فيهم 40 مليون جنيه. اللي بيحشد أعضاء الشيخ زايد، أنا فخور بأن المجلس ده عمل حاجة بقى اسمها الشيخ زايد عالمي. يعني أعضاء الشيخ زايد، أعضاء الشيخ زايد كانوا عارفين إن هم مش قادرين يروحوا الشيخ زايد، لأن ما كانش فيه حاجة اسمها الشيخ زايد. احنا مش عايزين نعمل حساسيات بلا معنى لمجرد مزايدات ولمجرد، وبعدين بقول المصالح الانتخابية ستنتهي وكلنا زائلون، ما فيش حد هيستنى غير النادي الأهلي. لو الناس تفكر ان احنا بنشتغل لحساب النادي الأهلي ولم نقصر لحساب النادي الأهلي، الناس اللي بتكلمنا في الإدارة وكيف أخطأنا في الإدارة، لو خطأ الإدارة بيوصل النادي الأهلي لما وصل إليه الآن، فأنا أتمنى أن اللي بعدنا يخطئ نفس الأخطاء عشان النادي الأهلي يتجدد. وهجمة رموز النادي الأهلي، رموز النادي الأهلي اللي هي مجلس إدارته ورئيسه، الهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه يسيء ليهم قبل ما يسيء لينا، لأنه رئيس النادي الأهلي غصب عن أي حد ومجلس إدارة النادي الأهلي غصب عن أي حد بيأخذ احترامه من احترام النادي ومن احترام قيمة النادي الأهلي. لما اطلع اشتم انا في مجلس اداره واطلع اشتم وهاجم في رئيس مجلس اداره، حتى لو كان على خطا، كان اي مجلس اداره سابق واي رئيس مجلس اداره سابق ما فيش حته ما فيهاش اخطاء، انما كان لا يمكن ما نقفش وراه ونقف كلنا ايد واحده ونحاول نصحح اي خطا بيحصل داخل بيتنا وداخل مبنانا وداخل جنينتنا. ما بنطلعش نقول ونتمسك بسلبيات ونزايد بكلام قيم ومبادئ، نزايد بكلام بيع النادي الأهلي وشراء النادي الأهلي. الحقيقة كله كلام للفرقعات الإعلامية وللهجوم ولشخصنة الأمور. النادي الأهلي هو هيفضل النادي الأهلي، أي واحد فينا بيستمد قوته من قوة النادي الأهلي، محدش بيجي يدي للنادي الأهلي قوة ومحدش بيمن على النادي الأهلي بحاجة. النادي الأهلي هو اللي بيدينا كلنا هذه القوة. لما أهجم على رئيس مجلس إدارة وأهجم على يوميا، وأنا هقول برضو ليه سبب هذا الهجوم، في أسباب كتير قوي أدت إلى ذلك، إنما عشان ما نطولش فيها، يعني إحنا قررنا كمجلس إدارة، أنا هبتدي في كشف الحساب بسرعة، إحنا قررنا في مجلس الإدارة الحالي إن إحنا بعد ما حدث من رفع قضايا وبعد ما حدث من مزايدات على هذا المجلس، قررنا ألا نلتفت للإعلام، وإن إحنا جايين عشان نعمل حاجة واحدة بس، جايين عشان نشتغل لصالح النادي الأهلي، وجايين عشان ندي النادي الأهلي. للأسف هما بيتهمونا إن إحنا ما نعرفهاش، كنا نحب نعرفها بس ما استطعنا عملوا بإدارتنا. أعتقد أنه مرضي بالنسبة لكم، أنا مش عايز أقول أنه هو ده السقف، إحنا عندنا حاجات كتير قوي لازم تكمل، وعندنا مشاكل كتير قوي، وعندنا قصور في حاجات كتير جدا، وهو ده اللي إحنا تعلمناه من خلال الخبرة في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا. قد يكون عندنا مشاكل، قد يكون عندنا قصور، وهو عندنا فعلا، وزي ما قلت ما فيش حتة فيها شغل ما فيهاش مشاكل وما فيهاش قصور، إنما الإدارة الجيدة اللي هي تنتبه لموضع هذا القصور وتتنبه ليه وتعالجه وتسعى إلى الأفضل دائما، هو ده اللي احنا كنا بنحاول نعمله، هي دي الإدارة. إنما مش الإدارة أنا أطلع أشوه ناس وأطلع أشوه إنجازات وأطلع أزايد على ناس في أخلاقياتهم وفي مبادئهم وفي قيامهم، مش ده اللي احنا عايزينه. احنا قالوا إن احنا ما بنفهمش في الكورة، أنا بس عايز أفكركم الناس الكرويين أو المشجعين اللي زي وزي معظم الناس اللي في النادي يعرفوا إحنا تسلمنا فريق كورة حالته شكلها إيه. إحنا تسلمنا فريق كورة بيغير جلده،
تسلمنا فريق كورة معتزل فيه أعمدة المنتخب القومي المصري، مش بس أعمدة النادي الأهلي، أعمدة المنتخب القومي المصري. احنا سلمنا فريق كورة وهو ترتيبه الرابع على مجموعته، وكانت مش الرابع على الدوري، الرابع على مجموعته، ورغم ذلك بقتال وبروح قدرنا ان احنا نحصل على الدوري سنتين. انما اللي ما حدش واخد باله منه انه كان لابد من تجديد هذا الفريق، فريق بيغير دمه، واي خبير كروي ومعانا خبراء كرويين هنا، كابتن طاهر وكابتن مجدي وكابتن عمارة وكابتن صلاح حسني، يقولون عشان فريق يجري تغيير الجلد ويبنى فريق جديد، وكابتن شادي محمد طبعا كابتن نادي الاهلي، انا قلت عمار، انا قلت كابتن، هم عارفين كويس قوي بياخد وقت قد ايه عشان تبني فريق جديد. عندنا ملف خدمه الاعضاء، ملف خدمه الاعضاء ده ملف طبعا في منتهى الاهميه اللي في الدنيا، ملف شكواكو كتير جدا، بقينا 147 ألف عائلة، بقينا مشاكلنا كتير اليومية والمشاكل العامة والمشاكل الخاصة، كل واحد عنده مشكلة خاصة وفي ناس عندها مشكلة عامة، الكلام ده كله لعلاجه لازم أبقى أنا كمجلس إدارة عارف المشكلة الأول. فأولا لازم تصلني هذه المشكلة، وتصلني من خلال آلية واضحة ومحددة، وما تاخدش 3 أشهر، وما تاخدش صدفة لقاء بيني وبين عضو مجلس إدارة أو بين عضو في الجمعية العمومية، أقابله هنا في التراس ولا أقابله في المبنى ولا أقابله في ملعب، فيقول لي المشكلة فنبتدي ناخد فيها، ويقول لي ده أنا مشكلتي دي بقى لها 4 أو 5 أشهر. فكل هذا الكلام إحنا عندنا مشكلة فيه وعندنا قصور فيه، ولا بد من وضع آلية لاستقبال مشاكل الأعضاء بطريقة منهجية، بطريقة محترمة إن شاء الله بمكتب. يعني أنا برضو مش الآلية دي هيحطها المسؤول عن الملف، المسؤول عن هذا الملف واحد أنا بفتخر بيه جدا، لأنه بعتبر أنه من خريجي هذا المجلس، هو كان معانا في المجلس الحالي تحت السن، والنهاردة بيرشح نفسه فوق السن لأنه يستحق ذلك، ويستحق بتواجده ومعلوماته ومعرفته بمشاكل الأعضاء وبنشاطه وبشبابه، هيقدر يحل جزء كبير جدا من التواصل مع الأعضاء، وهيحل جزء كبير جدا من المشاكل الشبابية في النادي. فالملف ده هيتولاه الأستاذ محمد جمال هلالي. شايفه دوت اللي بينم فعلا عن قيمه وعظمه النادي الاهلي. النادي الاهلي ده حاجه عظيمه جدا جدا، ويمكن روادنا اللي سبقونا من 1907 لغايه النهارده علمونا يعني ايه نادي اهلي، يعني ايه مبادئ وقيم النادي الاهلي. بس عايز اقول قبل ما نتكلم في برنامج، عايز اتكلم على شيء مهم جدا. احنا النهارده والتجمع ده مش عشان شخص محمود الخطيب، ولا عن شخص قايمه، ولا عن شخص انتخابات، لكن الحضور ده بيمثل كيان للنادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي في حضراتكم. النادي الاهلي لما بياخد قرار لازم يدرس كويس جدا، ويتناقش من كل الجوانب، من كل الجوانب، قانونيه، هندسيه، علاجيه، اي حاجه. قبل ما يتخذ القرار لازم نجمع كل المعلومات، وبعدين لما الاهلي ياخد قرار، القرار ده خلاص، القرار ده لازم ينفذ،
هو ده النادي الاهلي. عشان كده احنا درسنا الموضوع كويس قبل ما نروح نطلب الحقوق اللي احنا عايزينها. والحقوق رحنا وقعدنا ورجعنا بكل اللي احنا عايزينه. ده هو ده النادي الاهلي. لما تروح تطالب بحق او حاجه يجب انك انت تكون مدرك تماما انت بتتعامل ازاي، وان القرار قرار جماعي، قرار مجلس اداره النادي الاهلي بعد دراسه قرار جماعي، عشان لما حضرتك يعني يطلع القرار يبقى الدنيا يعني خلاص هو ده القرار مجلس ادارته بعد دراسته. اتمنى يكونوا وصل لذهن حضراتكم ان قرارات النادي الاهلي دي قرارات يعني مش عايز اقول ان هي مقدسه، ولكن هي فعلا تكون اشبه لذلك، علشان ده النادي الاهلي اللي ما يتخذش قرار وبعدين يتغير بعد فتره زمنيه اخرى. ده ما ينفعش، لازم الاول ندرس الاول. وحطينا ميزانيات، الكلام ده شهر 10/10/2010 اول سنه للمجلس بعد ما خططنا للنشاط الرياضي وبعد ما خططنا لكره القدم. وليه نشاط رياضي وكره القدم؟ كل ما النشاط الرياضي كل ما يبقى عندي ابطال مصر ولا افريقيا في السله ولا في الطايره ولا في الهاندبول ولا في السباحه ولا كل الالعاب والكره كمان، القيمه بتاعه الاهلي بتزيد. لان يا جماعه ايرادات النادي الاهلي هي ايه؟ الاساس اشتراكات حضراتكم، اشتراكات الاعضاء، والاخر ايرادات الحقيقه كره القدم. فلما عملنا كده جينا على شهر 10 حطينا تصور كامل بقى اللي احنا هنجري فيه بالنسبه للتطوير وبالنسبه للصيانه وبالنسبه لللاندسكيب وبالنسبه لحاجات كتير جدا. بس كان الفكره بالنسبه للشيخ زايد عايزين نبتدي الشيخ زايد. فالحقيقه احنا رحنا طبعا 2011 الثوره 2011 12 13 كل ايرادات وقفت، ما عادش في ايرادات خلاص، الدنيا كلها وقفت. بس الدنيا وهي واقفه النشاط الرياضي فرح بتاعتك السله والطايره وفريق كره القدم حققوا نجاحات، وخاصه فريق كره القدم اللي حقق نجاحات بقت البسمه الوحيده، وما حدش هينكر ده، البسمه الوحيده اللي في مصر خلال 11 12 13 النادي الاهلي، هي البسمه الوحيده. اهلا بكم مشاهدينا، معنا احد اثنين تولوا ماليه النادي الاهلي، وكنت من المحظوظين ان رايت وشاهدت وتعاملت عن قرب مع الاول. الاول هو السيد، طبعا لما نيجي نقول ماليه الاهلي لازم نقول محمد عبده بيه. ده كان بيه فعلا، كان نائب وزير ماليه عندما كان للوزاره نائب واحد. واليوم معنا الرجل الثاني في تاريخ النادي الأهلي، الأستاذ طبعا كلكم عارفين كامل زاهر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، مساء الخير. وأهلا بالمشاهدين كلهم. أهلا بيك فندم. الله يخليك. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. ندخل على طول في الموضوع، لان انا بقول ان انا يعني ايه سخنين احنا بعد الماتش، فكله سخن. لا الماتش كمان انت عارف. الحمد لله مبروك، الماتش فوز مهم وانتصار مهم طبعا. وغير الفوز الاداء هاي يعني بتستمتع بكوره، صحيح الكوره الممتعه بتاعتنا اللي هي لا يرضى الاهلاويه الا فوز ونتيجه مع اداء. فاحنا الفتره الاخرانيه من ساعه ماتشات افريقيا الاخرانيه الاداء بتاع النادي حلو، بتعلي جدا من ساعه ما بنلعب بره ملعبنا زي ما بنلعب في ملعبنا، من ماتش
الترجي وبعدين النجم والوداد كمان، احنا لاعبين ماتشات كويسه قوي، فالحمد لله الفرقه بتعلى بشكل كويس. وحتى في الدوري المصري الاهلي بيكسب كل المنافسين الاقوياء اخرهم الاسماعيلي والمصري، وهم متصدرين جدول الدوري. صحيح الماتشين دول كانوا مهمين جدا، يعني انت بتلعب فعلا اثنين متصدرين اسماعيلي ومصري اقوى فرقتين وبعد الزمالك يعني، فانت خطوه حلوه يعني خطوتين حلوين الحمد لله. الحمد لله من افضل الاحاديث اللي انا دايما بحب اتحدث بها عندما يكون هناك ارقام، ليس للأرقام وجهات نظر، الأرقام مجردة. حضراتكم كثر الحديث عن استلامكم للنادي الأهلي في شهر 3/2014 لميزانيات، من قال ملايين تخطت 60 و70 مليون، ومن قال حضرتك النادي الأهلي انتوا استلمتوه في 2014 ثلاثة بالتحديد 3/2014. النادي الاهلي يقال ان انتوا استلمتوا النادي الاهلي بعدد ملايين كبيره جدا، انا طبعا لا ارجح كلمه استلمتوا او وجهه نظر. استلمتوا النادي الاهلي كام مليون موجود في خزينتكم؟ كام من نوع كشف النقديه كان موجود؟ ترك لكم مجلس الكابتن حسن حمدي ميزانيه كام نقديه في النادي الاهلي؟ كان في حوالي 4 مليون جنيه. 4 مليون جنيه دول عبارة عن تقريبا 2 وشوية في الشيخ زايد وواحد ونص أو حاجة كده في النادي، في النادي الأهلي. إن الشيخ زايد المفروض إن الفلوس اللي فيه ما تقدرش تستعملها غير في الشيخ زايد، لأن هي ما كانش لسه فتح الشيخ زايد، فبالتالي هو ميزانيته البند مخصص للصرف عليه فقط. عليه فقط بالظبط كده، فده اللي كان موجود حوالي 4 مليون جنيه. 4 مليون، انا معايا الميزانيه قائمه المركز المالي في 31 ديسمبر 2013، موجود بند النقديه وما في حكمها 4 مليون 437 جنيه و73 قرش. ده القائم باعمال المدير المالي الاستاذ عماد حلمي، رئيس مجلس الاداره الاستاذ حسن حمدي. الميزانيه لما انتوا استلمتوها في 31 مارس 2014، نفس البند النقدية وما في حكمها 3,270,823. لا أنا قلت في الأول قرش، لا هي بالجنيه. 370 3,370,823 بالظبط كده، دي الفلوس. واستلمته وكانت الميزانية في 31/3/2014 كشف حساب الشيخ زايد اللي لا يجوز إن أنت تصرف منه إلا عليه في 1,580,692. ده هيئة البريد، ده كشف هيئة البريد. هيئة البريد ده احنا جايبينها من بريد زايد نفسه. بالظبط. الشيخ زايد في الاستلام في 31 ده بنك مصر. 3/2014 ده بنك مصر فرع النادي الاهلي بالجزيره على نفس البند، بند الشيخ زايد. المركز المالي موجود 860 جنيه 477.56 بالظبط. هم دول الحسابين بتوع الشيخ زايد اللي هم المفروض 67 مليون اللي حضراتكم كنتوا. ما هو 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 ده الحاجات اللي تحزن. احنا كل واحد بيطلع يقول كلام، كل واحد بيضرب ارقام يقول 67، هو اللي قال 20 واللي قال 30. مواضيع سهله قوي، كل واحد بيبقشش يحط فلوس. احنا في حاجه اسمها ميزانيه، الميزانيه دي هي الفيصل في اي كلام عن ارقام. الميزانيه هي الفيصل بتاعنا. الميزانيه عندنا النقديه 31/12 زي ما انت شايف، اللي هي معتمده من مجلس الاداره. أيوة القديم. ايوه المركز المالي كمان. بالظبط المعتمده من المركز المالي 4,400,000. الميزانيه ساعه احنا ما جينا بتقول النقديه 3 مليون ومش عارف كام. هما دي الكاش اللي كان موجود في النادي الاهلي يوم ما احنا جينا. كون بقى ان كل واحد بيطلع يخبط له رقمين والناس، عشان ده استخفاف بعقول الناس. ما ينفعش ما ينفعش ابدا ان الناس، انا عضو مجلس اداره او مرشح، انا بقول عضو مجلس اداره، ما ينفعش ان انا اطلع اقول للناس اللي هي بتاعت الجمعيه العموميه ارقام مش صح. استاذ كامل، هو دائما وابدا الارقام لا تكذب. نمبر نيفر لايز. بالظبط. هما يعني الاقاويل دي جت من بناء على ايه؟ ايه اللي السنة؟ لا يعني بص، انا في الاخر انا ما بدخلش في الناس بتقول ايه، كل واحد بيحسب بطريقته، اللي يقول لك دي ناقص دي وتطلع هنا وتجيب دي وتحط دي هنا وتجيب دي من هنا يبقى احنا بقينا
الكلام ده. احنا عندنا ميزانيه، الميزانيه هي اللي بتتكلم عن نفسها. انا عندي ناس بتقول اللي انا سمعته، ما اعرفش لو حتى عندكم ممكن تجيبوه الناس اللي قالته، واحد قال 20، واحد قال 30، واحد قال 67، كل ده كاش اهو الميزانيه اهي. ليه ما بنتكلمش، ليه ما نبصش على الميزانيه بدل ما احنا عمالين نقول؟ افرض انا كذاب، انا بقول اي كلام. هو لا اجتهاد مع رقم. هنذهب لهذا الفيديو وبالتاكيد في بعض الردود هنجدها ونسترسل ونكمل حديثنا. امشي. نعم. بقيت انت النهارده خدت فلوس، كملت المبنى الاداري، ابتديت تكمل انشاءات الشيخ زايد. خلي بالك احنا بنتكلم في الارقام دي. نعم. من غير 63 مليون او 67، مش عارف الرقم بالظبط، مجنبين من الشيخ زايد ليس لك حق. فانت لما تحط اشتراكات الشيخ زايد انت معكش ولا انت ليك، لا انت عندك فائض 50 مليون باعتبار ان انت هتاخد كل حاجه. ولو استبعدت ال 26 مليون فانت عندك حوالي، او 27 مليون فانت عندك حوالي بتوع الحاجات المشكوك فيها فانت عندك فائض 30 مليون. برضه ما تقدرش تيجي تقول انا هعمل برنامج اجتماعي بس، لا انت مطلوب منك برنامج اجتماعي، برنامج اقتصادي، برنامج استثماري، برنامج رياضي متكامل، رؤيتك لتسويق النادي الاهلي. انت النهارده بتتكلم في اقتصاد في النادي الاهلي، احنا بنتكلم في مبالغ مش صغيره. احنا النهارده بنتكلم ان اخر عقد رعايه كان 230 مليون جنيه بتقييم سعر الدولار ساعتها، النهارده بنتكلم ان المعادل ليه حوالي 600 مليون. فالمفروض ان انا ببني فوقه وبحاول اوصل عقد الرعايه ل 750 مليون، ان ما كنتش اقدر ازود كمان. ليك 67 مليون جنيه في حساب الشيخ زايد كاش. 67 مليون جنيه دول انت ما تقدرش تسحبهم لحد ما الشيخ زايد يفتتح. احنا كنا شغالين في الشيخ زايد. استاذ كامل، راي حضرتك ايه في هذا الكلام؟ لا انا ماليش راي، انا عندي الورق، انا ما بتكلمش، انا مش هعلق على كلام حد. انا عندي الورق، عندي على حسب ما سمعت 67 مليون جنيه كاش. 67. عندك 67 مليون جنيه كاش في كاف؟ انا اللي عندي استلام النادي الاهلي في 31/3/2014 حساب بنك مصر فرع النادي الاهلي للجزيره في كل ما يخص الشيخ زايد 860,447 زائد المليون عندي انا قبل كده بقى في قبليها في الاخر. لا الاولانيه اللي قبليها، لا اللي قبليها كانت 1,580,600، ده البريد. يعني احنا لو وضعنا ال 860,000 على 1,580,000 تبقى طبعا الحساب 2,300,000 تقريبا كده، هتجيب 2,200,000 او حاجه. بص بقى حضرتك على الميزانيه اللي هي ايه، بند النقديه اللي هي جت قبل كده في الصوره. ده اجمالي بقى. الميزانيه دي المجمعه اللي هي الصفحه اللي لوحدها. دي المجمعة. دي في الاخر مجمعه الميزانيه 2,441,140. دي ميزانيه مجمعه 3 مليون دي 2,400,000 ولا لا دي 3، هي مكتوبه 2 بس هي 3,441,140. حساب بنك الشيخ زايد في 31/3/2014 اللي هو استلام كل النادي. يبقى ما فيش 67 وما فيش 20 وما فيش الحاجات دي كلها. وبعدين طب الارقام أنا دي يعني بناء على ايه يعني؟ لا ما اعرف يعني، لكن في الاخر خلينا نقول انا هنسى الكلام ده كله، هو المعتمد ده كله هنساه. انا النهارده بقول 67 مليون جنيه عندي في الشيخ زايد، ماشي. طب ما بنيتش الشيخ زايد ليه؟ ولا هم فجاه جم بالليل صحينا لقيناهم موجودين ما لحقناش نبني؟ عندي 67 مليون جنيه في الشيخ زايد ما بنيتش ليه؟ ده احنا المرحله الاولى بتاعت الشيخ زايد اللي احنا خلصناها كلفت 54 مليون جنيه. يبقى انا عندي 67 مليون جنيه وساب الشيخ زايد كده 3 سنين؟ يعني في كلام ما ينفعش يتقال. انا شايف ان يعني انا راجل بتكلم في ارقام، ما ينفعش ان انا اقولها كده. يا اما انا بقول كده متعمد، يا اما بقول كده وانا مش عارف شغلي، والاثنين اوحش من بعض. فانا ما ينفعش ان انا لازم اتكلم قصاد الجمعيه العموميه، لازم ابقى واضح وصريح وكلامي مظبوط. ما ينفعش ان انا اقول ارقام مش سليمه. كاش يعني كاش، ميزانيه فيها بند بتاع كاش، فيها 67 مليون ولا فيها 4 مليون؟ هي انا كمان في حاجه انا متوقف عندها. استاذ خالد الدندلي كان امين صندوق، مظبوط؟ يعني انا النهارده عايز اتوقف عند حاجه. انا الميزانيه بتقول ان انا استلمتها كله 3 مليون وين. النهارده لو انا سالت الاستاذ خالد الدرندلي وانا افترضت
وأنت لا تكذب، سيادتك الميزانية موجودة 3 مليون وين، ودي اللي استلموها الناس بالمركز المالي المجلس الجديد. أين باقي 67 مليون اللي سيادتك بتتكلم عنها؟ لأن ده خطير جدا، يروحوا فين؟ يا إما حضرتك الذاكرة خانتك، يا إما تقول لنا أنتوا كان عندكم 67 وسلمتهم ليه 3 مليون؟ و... بالظبط. انا اللي سامعه في التلفزيون دلوقتي هو اللي انتوا جبتوه 67 مليون جنيه كاش نقديه كاش. ما اصل كل كلمه في الحسابات ليها معنى. لا لها معنى. كاش يعني كاش يعني نقديه. نقديه دي بتجب كل الحاجات عندك، سواء حساب كاش جاري، سواء ديبوزيت، كل حاجه كله في كلمه تحت بند تحت البند. فانا كل اللي انا بقوله يا جماعه مش لازم نستخف بعقول الناس. انا طالع مش عشان انتخابات مثلا اقول اي كلام، لا الصح يتقال بس. يعني ده بس على النقطه دي. وهرجع اقول برضو انا الشيخ زايد احنا شفناها هو كلها. في عرض، هو دلوقتي معروض الشيخ زايد لما استلمتوه حضرتك. والشيخ زايد الان دلوقتي الشيخ زايد، انا رحت الشيخ زايد شفته وهو كده، انا شفته وهو كده اللي ورا الرمل انا شفت، لان انا من ساكني جنبيهم، فانا شفت الشيخ زايد كده. ما هو ده، هي كان مبنى متشطب من بره وسور ورمل. تمام. فده ساعة احنا ما جينا استلمنا، هو ده بالظبط، هو ده ده ساعة احنا ما جينا استلمناه. هنا بقى بداية البنى لما ابتدينا وعملنا المظلات هناك اللي هي هناك ديت وكده، وابتدى الشغل بقى زي ما انت شايف ده كل ده ابتديناه احنا. بتعتبر دي كلها المرحلة الأولى اللي اتكلفت 54؟ المرحلة الأولى اتكلفت 54 يعني كل ما عليه الشيخ زايد الآن هو مرحلة أولى. بحمامات سباحة؟ لا المرحلة الأولى من غير حمامات سباحة، المرحلة الثانية كانت حمامات السباحة. المرحلة الثانية بحمامات السباحة. احنا إلى الآن المشروع كله احنا صارفين فيه 144 مليون جنيه. المرحلتين بحمامين، مرحلتين بكل حاجه 144 مليون جنيه. لما احنا زاد فلوس زايد، لما احنا 144 مليون جنيه بقى احنا لما جينا. لا انا عايز اقول على حاجه، يعني دي من الفلوس المخصصه لزايد، يعني ما زال بند كل ما ياتي من زايد يصرف على زايد. لا مجرد ان انت فتحت العضويه، لا مجرد انك فتحت النادي فرع الشيخ زايد خلاص كله بيدخل على بعض. يعني المرحله الاولى فقط الانشاء هي اللي كانت بتصرف عليه منه. بالظبط. بعد كده من ميزانيه النادي ككل. بالظبط. لكن احنا لما جينا ما كانش في اي حاجه في الميزانيه، فكنا بنصرف من فلوس النادي. تمام. كنا بنرد كمان عشان نبقى واضحين في الكلام، احنا كنا بنرد لان الشيخ زايد لما احنا جينا المفروض كان تم تحصيل، كان في حوالي 900 وشويه عضويه، 950 عضويه وحاجه كده. لا 2014 كان 900 لما احنا جينا. 950 حاجه كده. ال 950 عضويه دول كانوا دافعين حوالي 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه دول منهم 37 مليون جنيه هتدفعوا على اقساط بشرط ان النادي يكون اتشغل، لان انا لما اجي ادفع مقدم النهارده ومفروض اجي ادفع اقساط، مش اجي ادفع اقساط على رمل، لازم يكون فيها، لازم يكون النادي اشتغل. والدليل على كده ان احنا لما جينا، ودي على فكره مشكله كبيره هقول لك هرجع لك عليها تاني، 37 مليون دي المفروض تكون اقساط، وحوالي 43 مليون جنيه كاش دخلوا النادي، 43 مليون جنيه كاش اتصرف على الشيخ زايد، 16 مليون جنيه من ال 43، 16 مليون جنيه في انشاءات. حتى في انشاءات، يعني احنا لما جينا ال 144 يستطيع ان هو يستكمل باقي الاقساط. بالظبط. ال 144 مليون جنيه اللي انا بقول عليهم كتكلفه الموضوع كان مصروف منهم 16 مليون جنيه ساعه ما جينا. 16 مليون جنيه دول اتاخدوا من 80 مليون جنيه اللي بقول لك عليهم. نعم. خلينا نقول مش 80، هنقول 43، دول الكاش اللي دخلوا. صرف منهم 16 مليون جنيه على الشيخ زايد، غالبا هم البنى المبنى والسور والكلام ده. الباقي ما اقدرش اقول هم اتصرفوا على ايه، لان هم ما اتصرفوش على الشيخ زايد، غالبا انهم اتصرفوا على النادي. نعم. يعني اتصرفوا بقى مثلا شراء لعيب مش عارف ايه، وده ما كانش صح، لان زي ما انت عارف الشيخ زايد. لا انا اتوقف عند دي 80 مليون اللي كانوا موجودين من ال 59 من ال 950 عضويه. 80 مليون اتصرف منهم 16 حضرتك قلت اتصرف منهم. لا خلينا نجزئهم الاول. انا عايز اجزئ عشان ما عدهاش.
80 مليون جنيه. خلينا نشوف الكاش لان التانيين دول انا عايز اشوف الكاش. الكاش كام؟ التانيين دول مديونيه على العضو الله اعلم هيدفعها امتى، تتسدد ممكن تبقى مسكوك فيها يوم مشكوك او كده. تمام بالظبط. فانت بتتكلم في 43 مليون جنيه. 43 مليون، 43 مليون جنيه دول اتصرف منهم 16 مليون على الشيخ زايد. الشيخ زايد اللي هو قيمه البنى اللي احنا شفناه ده. تمام ماشي. اللي فاضل لو المفروض لو هو ما اتصرفش يبقى موجود في الخزنه. ما هو لازم بالظبط. احنا النهارده ما عندناش في الخزنه غير 3 مليون 2.5 حتى. طب دول يبقى راحوا فين؟ دول بقى غالبا اتصرفوا على النادي، يعني ممكن يكونوا اتصرفوا شراء لعيبه حاجه في النادي، اي نشاط اي وده مش صح. واقول لك ليه مش صح، لان اصلا المفروض ما تصرفش الفلوس دي غير على الشيخ زايد. ده واحد. اتنين، ان العضو وده حصل ابتدوا الناس تيجي لان ما فيش حاجه بتتبني. احنا جالنا حوالي 30 عضو خدوا فلوسهم. 30 عضو استرد الفلوس، الفلوس. مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه قائمه حس ان هو الموضوع مش موجود. في اكتر من قدهم ويمكن اكتر منهم اتفاوضنا معاهم لما جينا قلنا لهم يا جماعه ادونا فرصه 6-7 اشهر وانتوا هتشوفوا اختلاف، لو شفتوا اختلاف خليكم، لو انتوا مش مقتنعين هنديكم فلوسكم. وفعلا الناس دي كملت معانا. فدي كانت مشكله، لان انا النهارده لو انا ما عملتش الشيخ زايد الفلوس اللي انا واخدها دي كلها المفروض ارجعها للاعضاء، فدي كانت هتعتبر مديونيه عليا ان انا المفروض ارجع لهم 43 مليون جنيه، لان العضو دلوقتي جاي انا دافع فلوسي انا عاوز اشوف النادي، فما فيش نادي. طب انا دلوقتي في حاجه 43 مليون هنعتبرهم دول ايرادات بيتحطوا في جانب الايرادات، لما انا خدت 16 مليون منهم حطيتهم في جانب المصروفات، فاضل عندي 27 مليون جنيه المفروض يبقوا موجودين في بند الايرادات. تمام. 27 مليون جنيه دول اللي هم حضرتك بتفترض ان هم ممكن يكونوا اتصرفوا على اي شيء تاني، لان احنا كده. طيب لان لو ما اتصرفوش هلاقيهم في الخزنه. ما هي اي، ما انا مع احترامي لسيادتك، ما انا لما بصرف يعني انا في جانب الفلوس نازلين ايه؟ يعني الفلوس دي نازله ازاي؟ يعني انا لما لا مش نازله انها موجوده في الشيخ زايد. انا عايز افهم دي، ما انا النهارده لما اجي اسويها ازاي؟ يعني انا اخذت 43 مليون كاش صرفت منهم 16، ال 27 مليون المفروض يكون ظاهرين في ميزانيه الشيخ اللي هي الميزانيه الخاصه بالشيخ زايد. ميزانيه الشيخ زايد 3 مليون وايه؟ طب الفرق الفلوس دي فين؟ بص الكاش مش متعلم، مش متعلم ليه؟ يعني ما اقدرش اقول ان طبعا دول بتوع ايه؟ بتوع ايه؟ تمام. فهو انت عندك مصاريف اتصرفت خلاص دخل فيها الكاش دوت، فهي مش متعلمه. انا فاهم ازاي. فهي في الاخر انت ما عندك الفلوس اتصرفت على النادي، ما حدش عنده شك في كده، ما لهاش حل، هي اتصرفت على النادي، ولكن في ايه؟ في النادي مش في الشيخ زايد. ومن المفترض ان يكون تم هذا الصرف داخل هذا القطاع، قطاع الشيخ زايد فقط. بالظبط لازم يكون في الشيخ زايد. فانت لما بيجي لي ناس دلوقتي النهارده تقول لي لازم ارجع الفلوس، لازم ارجعها. اعتبره خطا اداري، هعتبره اداري مش هعتبره مالي. يعني هو هي مش خطا اداري، هو بتمشي امورك. يعني خلينا نقول ضروره. ده بالظبط الضروره. احكام ما انت ما عندك فلوس هنا واتزنقت في دي خلاص احطها برجعها بعدين. هل ممكن يكون بسبب النادي الاهلي كان مديون في هذه الفتره، ممكن يكون مثلا تم سلب ثغره؟ طبعا كان مديون. هل ده وارد؟ برضه بالنسبه للمديونيه كلام كتير طلع ويقول لك لا احنا مش كناش مديونين، لا ده في مش عارف كام هنا ونحط دي من هنا ونجيب دي كده وبتاع، في الاخر احنا مش مديونين، ده احنا عندنا فلوس. طب ماشي عندنا فلوس، الوقفات الاحتجاجيه كانت ليه؟ الفتره جايه من موظفين قصدك؟ من موظفين. اني وقفات يا فندم؟ قبل ما نيجي موظفين وقفات احتجاجيه في النادي عمرها ما حصلت قبل كده. 63 مليون جنيه اللي هي للموظفين واللعيبه واللي احنا لما جينا دفعناهم دول كانوا فين؟ لو عندي فلوس. 63 مليون جنيه بتوع ايه؟ 63 مليون جنيه دول فلوس للعيبه للاداريين. ديون متاخره، ديون متاخره، ديون متاخره على النادي. احنا جينا ديون متاخره على النادي، وصلت انها في بعض الاحيان كانت بتوصل ما يوازي مستحقات على لواحد، مستحقات مثلا ما يوازي 7 شهور. تمام. سواء مكافئات بقى حوافز مش لكن ما يوازي 7 شهور. محصلة تصل الى هذا يعني. محصلة تصل. فانت كان عليك 63 مليون جنيه جوه النادي بس.
ماشي ديون داخليه بالظبط. فلو انا زي ما عمالين يقولوا لا ده احنا كان عندنا فلوس لا ده احنا كامل. مش مديونين. طب الناس دي ما خدتش فلوسها ليه؟ استاذ كامل كان برضو بيقال ان البلد في هذه الفتره سياسيا بتمر بمرحله عصيبه وقيام ثوره يناير وما كانش في دوري وازمه حادثه بورسعيد وتوقف الدوري فتوقف الايرادات. هل هذا السبب الاساسي؟ الكلام ده كان امتى؟ سنه كام؟ الثوره 12 13 الثوره كانت كام؟ 11 12 13 انتوا استلمتوا 14 بالظبط. طب اللي قبل كده كان ايه؟ الحاجات دي كلها متراكمه. انت عارف 2010 بص برضه انا الكلام ده قلته مره قبل كده. انا عايز اقول لك ان الظروف يمكن الايام دي اوحش من زمان. بمعنى ليه يا فندم؟ اقتصاديا الظروف الاقتصاديه فرق الدولار والليره اوحش من زمان. لكن انا هقول لك حاجه ثانيه. الفرق في الظروف الاقتصاديه او ظروف الرياضه زي ما خلينا نقول كان في سنة واحدة اللي هي وقف فيها الدوري خالص. الدوري خالص لما وقف طبعا دي حاجة مدمرة، يعني لازم نعترف ان ديت صعب جدا ان النادي الكرة تبقى واقفة ويعني مصدر تمويل الكرة هي الكرة نفسها الشريان الرئيسي. نعم. ولكن بعد كده هي نفس الظروف، الدوري ماشي من غير جمهور، ما احنا النهارده الدوري ماشي من غير جمهور. بعض الناس قالت لك لما اتكلموا مثلا على عقد الرعاية قال لك لا ما عقد الرعايه ده كده لان الدولار مش عارف دولار ايه. احنا عقد الرعايه ده اتعمل في 2014 الدولار في 11 16 نعم. فيعني يا جماعه مش لازم لازم الواحد ياخد باله من الكلام، ما يبقاش فيه مغالطات خاصه في الارقام بالظبط. دي كان في متحصلات انتوا تحصلتوا عليها من مجيء، يعني كان في متحصلات خارجيه انتوا كان اخذتوها؟ اه طبعا. احنا بص كل الفلوس اللي كانت لينا بره كان لينا اعتقد 100 مليون جنيه تقريبا. بص من الذاكره دي انا مش قدامي الورق، كان حوالي 100 مليون. كان منهم 31 مليون جنيه قضايا. قضايا؟ بالظبط. يعني ايه؟ فلوس تحكيم ولا لا قضايا. يعني انت النهارده مثلا ايه حاجه زي مسك. مسك انت محاسبيا المفروض مسك تدفع لك مثلا 10 مليون جنيه النهارده، فانت بتكتبها ديون عليها. كون انها دفعتها بقى او ما دفعهاش لازم تكتب، لان طبعا العقد تنزل بيقول كده بالظبط. العقد بيقول بس كده، بس هي فلوس افتراضيه وليست فلوس قائمة. افتراضيه. فانت ال 31 مليون جنيه دي فلوس افتراضيه، انت مش هتاخدها لانها قضايا لغايه النهارده ما اتحلتش. لكن بقيه الفلوس خدناها. خدت كام مليون؟ لا استناني بقى بس اقول لك بقى بالظبط احنا بنتكلم في ايه. بص احنا خدنا كان عندنا 105 مليون جنيه بره. بره 105 مليون؟ تشيل منهم 31 هيفضل لك حاجه و70. تمام ماشي. الحاجه و70 دول احنا حصلناهم. اتبقى 69. يعني كم حصلتهم 2014 15؟ ربنا حصلناهم على مدار بقى الفتره. ما هي دي برضه نقطه ان انت الحاجات دي ممكن تاخد فترات في التحصيل يعني. تمام. ولكن كان علينا احنا حوالي 200 وشويه. كان عليكم 2 مليون بالظبط. ليه بتوع ايه يا فندم؟ يعني تفصيله الديون كانت ايه؟ لا ده موضوع طويل قوي. لا يعني في المجمل لا يعني انت في الاخر بتتكلم على بند عليك فلوس حضرتك عملت مقصه منهم مثلا منهم 63 مليون جنيه للعيبه والموظفين والعمال مثلا. عليك مش عارف ايه ضرايب عليك. لانديه ثانيه مثلا فلوس حاجات كده يعني بتبقى مستحقات لكل القطاعات. تمام تمام. فالفجوه دي في الكاش كاش كان عامله حوالي 120 120 مليون جنيه بالماينس. طبعا يعني انت عندك عجز 120 120 بعد ما تشيل ال 70 اللي انت مفترض بعد ما تعمل المقصه بين الداين والمدين يطلع عندك 120. فوضع كان انتوا استلمتوها بهذا الوضع. ده اللي احنا استلمناه. استلمتوه بهذا الوضع ان انتوا جانب المدين ب 120 مليون. وارجع اقول لك تاني كل كلامي ده غلط. تمام ماشي. وكلام اللي بيتقال صح وما كانش علينا مديونيات وكان عندنا كشف الخزن. طب الناس الشيخ زايد ما تعملش ليه؟ الناس ما خدتش فلوسها ليه؟ انا في الاخر اللي انا عاوز اوصل له ايه؟ هننسى برضو الكلام ده. انا النهارده في انتخابات المفروض ان انا كواحد او كقايمه او اعتبر
جاي بتكلم اقول انتخبوني، المفروض ان انا كل كلامي يبقى على الشخص التاني. يعني انا كل اللي انا شايفه من ابتدينا انتخابات، معلش انا بس بفضفض، يعني كل اللي انا شايفه من يوم ما ابتدينا الانتخابات ان القائمه الثانيه عماله تقول دول ما عملوش دول ما عملوش دول ما عملوش. طب انت ليه مالك ومال؟ طب ما تقول لي انت عملت ايه؟ طب انت عارف تفسر ده بايه يا فندم؟ لا ما اعرفش، فسره انت بقى. هو عموما عموما انتخابات، يعني انا اكلمك كراجل، يعني انا اقول انجازاتي كراجل خط انتخابات. هو عموما اي حد بيطلع في انتخابات بيقول انا عملت انا سويت انا انا اقول انتخاباتي، انا مش اقول لا ده ما عملش كذا، لا ده مش كذا. لا ما هي برضه في مدرسه في الانتخابات، مدرسه بتقول ان انا اضرب فيما في اهم ما يميز الاخر وفي اهم ايجابيات الاخر. لان انا لما باجي انزل انتخابات بقول انا هعمل وهعمل وهعمل، بس الكلام ده لما يكون يعني مثلا كان المهندس محمود طاهر محظوظ في انتخاباته في 2014 اني كان عندي يقول هعمل وهعمل وهعمل، لان النادي كان محتاج كتير يتعمل فيه. لكن انت النهارده بعد اللي اتعمل في النادي فانت ما قدامكش الا حاجه واحده، تكسر في اللي اتعمل. يعني ما اعرفش بقى لو هي دي، لا ما هي اصلي ده انتخابات دي ومتى، ويعني اي نعم هو جديد على الاهلي ده لكن حصل. بص الناس خدت بحساسيه، وبرده خليني اقول الحته دي، خدت بحساسيه ان انا جيت مثلا قلت ده ما كانش فيه كشف الخزنه مثلا، او ان انا جيت قلت لا انا لقيت المبنى ده كده، خدوها بحساسيه. بيقول لك احنا انت بتتكلم، لا انا ما بتكلمش على اللي قبلي. الحقيقه يا فندم فيها حساسيه؟ ايه ده؟ هل الحقيقه فيها حساسيه؟ ومش كده وبس، هي مش بس موضوع انها حقيقه، موضوع ان انا النهارده عشان اقيس الانجاز بتاعي لازم يبقى عندي نقطه بدايه ونقطه نهايه. يعني لازم اجي اقول انا لقيت دي هنا ومشيت الخمس خطوات دي ووصلت لهنا، هو ده الانجاز. فما ينفعش ان انا اقول انا وصلت لهنا، طب ما انت ممكن وصلت لهنا وانت واقف هنا. فلازم يبقى عندي نقطه بدايه بشتغل منها ونقطه نهايه. فانا لما اجي اقول انا جيت لقيت الحاجه دي كده، ما بقولش ان المجلس اللي قبليه كان وحش ولا كان مقصر، انا ما اعرفش ظروفه، لكن انا في الاخر بقول انا ابتديت منين، فانا ابتديت من هنا ووصلت لهنا، ده انجازي. طب استاذ كامل، كيف تم التغلب على كل هذه المديونيات واصبح هناك فائض في ميزانيه النادي الاهلي الان؟ بص طبعا توفيق ربنا. ليه؟ احنا كنا محظوظين جدا ان عقود كتيرة جدا كانت بتخلص وكانت هتتجدد، واحنا لما كنا عقود ايه؟ عقود الرعاية، عقود البس، تمام، الملابس، ما دي عقود انت بتعملها، عقود هي دي الايراد بتاعك، انت عندك ايراداتك دي مقسمة على كذا بند. كان زمان في يوم من الايام كان عندنا العضوية فقط، العضوية فقط، فاكر؟ لا العضوية دلوقتي على فكرة العضوية، لا العضويه بقت بند من اهم بنود، يمكن اهم من البنود في يوم كلها. من الايام كان البند الوحيد والرئيسي لو تفضل. كان هو والمساعدات بتاع الوزاره فقط لا غير. بالظبط. النهارده انت ما تقدرش تعمل كده. لا ما خلاص الدنيا اختلفت. بالظبط. انت النهارده مؤسسه اقتصاديه ماليه خدميه. لازم تتعامل بالمنطق ده. تنافسيه ايضا. تنافسيه. تنافسيه طبعا، لان انت رياضه. التنافس يحتاج الى تمويل. ما هو انت بالظبط النهارده عقود اللعيبه بقت ايه بالنسبه لزمان؟ انت بتتكلم عن ناس محترفه دلوقتي اكل عيشها اللعب، عقودها بتبقى كبيره. ومش فقط كره القدم، لا كل اللعبات، كل اللعبات، كل اللعبات اصبحت، وللاسف كل اللعبات ما بتكسبش كره القدم، او ما بتجيبش ايراد. اللعب الحاجات النشاط الرياضي الايراد الوحيد اللي بيجي منه مدارس والاكاديميات، انما غير كده بيصرف بس، فبالتالي النشاط الرياضي ده خسران دايما. الكرة هي المصاريف اللي بتيجي منها بتغطيها، وساعات كمان تبقى بخسارة، يعني مش دايما. احنا اول سنة نكسب من سنة 2010 في الكرة، اول سنة نكسب السنة اللي فاتت 2016. هل دي اول مرة يا فندم يحدث في تاريخ اي ميزانية فريق او نادي في كرة القدم في مصر ان ميزانيته تبقى بالبوزيتيف بالربح؟ ما اعرفش الانديه الثانيه، ما عنديش فكره، لان ما اعرفش مصاريفها وايه ايراداتها. هو في الغالب، لكن انا بالنسبه لنا احنا في سنه 2010 كان كسبانين اظن 1.5 مليون ميزانيه الكوره، او مليون ونص. السنه اللي فاتت في 2016 نجحنا ان احنا وصلنا ل 52 مليون جنيه مكسب. 52 مليون جنيه مكسب. حضرتك شايف ان ده والبيع والشراء بتاع اللعيبه، محصله بيع والشراء بتاع اللعيبه، يعني انا بعت واشتريت وبتاع في الثلاث سنين ونص
مطلع لنا 31 مليون جنيه. ده امر مهم لان الان كره القدم بلوائح الفيفا ستتحول الى شركات، والشركات يجب ان تكون هناك ربح عشان الفاينانشال فير بلاي والاداريه الماليه النظيفه في كره القدم المحترفه، فيجب ان تكون هناك داخل وخارج عشان الانديه الكبيره اللي اتمنعت من التعاقد مع بعض اللاعبين. بالظبط. بس كامل ده عن الجوانب الايجابيه، اسمح لي اقول لحضرتك انتم متهمون بخسارتكم للقضيه المرفوعه التي لم تنتهي بعد مع مسك بتكبيد النادي ما يقرب 153 مليون ان لم تخن الذاكره ولا 134 134 مليون. كيف حدث هذا وانتم ورثتم قضيه مسك؟ يعني كنتوا جيتوا بمسك موجوده لكن المشكله حصلت في عهدكم، نوضحها للاعضاء الجمعيه العموميه وللمشاهدين. طيب اقول لحضرتك ابتدي لك من بدري شويه. احنا لما جينا مسك كان عليها فلوس للنادي، تمام، مديونيات اللي هي من ضمن المديونيات اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي بتتحسب، عمالين نحط فلوس المفروض انهم يدفعوا لنا كل سنه مبلغ معين ما كانوش بيدفعوا. فجينا اول ما جينا ابتدينا نتكلم معاهم، ما كانش عندنا فلوس والناس دي عليها فلوس وعاوزين ناخد فلوس نشتغل يعني. فقعدنا معاهم وتفاوضنا معاهم فترات طويله لمده سنه ونص بنتفاوض معاهم، يجوا يتكلموا معانا ويقولوا لنا طب مش هنقدر ندفع المبلغ ده لان الكره اصلها كان الدوري مجموعتين، لا ده مش عارف، وضحينا بمبالغ وقلنا لهم طب ماشي ممكن نقلل وبتاع وتدفعوا كذا. سنه ونص مش بيدفعوا حاجه، مش عايزين يدفعوا، يقعد كده متفاوض ونيجي واجتماعات ومش عارف ايه وما يدفعوش. كانت القناه شغاله. القناه شغاله، وبعدين القناه شغاله دي بقى القناه كانت حالتها وحشه جدا، بس كنا ساكتين. القناه كانت حالتها وحشه جدا، وبعد كده ابتدوا يتكلموا بقى شركه مصر انهم يبلكوا القناه، يبلكوها يعني يعملوها سودا. يغلقوها تبقى لونها اسود. لو عملوها سودا دي مش هنعرف نشغلها تاني. لا دي سودا دي يعني خلاص انت في الاعلام تبلكها عشان ترجع تاني دي نوي. تاخد لها ولا تصاريح ولا حاجه، دلوقتي ما بقاش في تصاريح. تبدا من الاول خلاص خلصت. بالظبط. فابتدوا يقولوا عايزين نبلك القناه. ابتدوا يمشوا موظفين. نعم. لدرجه ان كان في وقفه احتجاجيه قدام شركه مسك اليوم اللي قبل ما نفسخ العقد. فابتدت المواضيع تبقى خطيره. لان انت في الاخر كده احنا بنفقد القناه وده لا يمكن، وبعدين الناس عليها فلوس ما بتدفعهاش، طب ايه الفايده؟ فخدنا قرار ان احنا هنفسخ العقد ونجيب شركه برزنتيشن هي تدير لنا القناه بعد كده. المشاكل بقى القضائيه راجعه للعقود، المشاكل القضائيه بترجع مين للعقود، العقود ما بتحتاجش. مين اللي كتب العقود؟ لا ما يعني ما اعرفش. لا 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 قصدي في انهي مجلس؟ قبلينا احنا جينا لقينا العقود هم. طيب طب انا كويس جدا، المجلس كتب العقود وحضراتكم المفترض قبل ما تفسخوا اطلعتوا على العقود الشروط الجزائيه و و و، هل كان يوجد بنود او ملحقات لم يطلع عليها المجلس ادى الى التحكيم لم يكن في صالح النادي؟ واضح ان حضرتك مطلع اصلا، لان كان في فعلا حاجات ظهرت ما كانتش موجوده في النادي. احنا ما يعني في المستندات اللي كانت موجوده ما كناش شايفينها، وفجاه لقينا شركه مسك طلعت بيها. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي طلعت واللي هي اثرت في القضيه، ومن ضمنها موضوع التحكيم. يعني اصلا مش مفروض كنا نبقى في شرط التحكيم بالظبط كده، ولكن في الاخر يعني خلينا نقول ان في طلع حكم مبدئي اللي هو بتاع التحكيم بال 134 مليون جنيه. الحكم ده لن ينفذ لان في احنا عندنا اولا 3 أشهر نعمل طعون، واحنا عارفين بالظبط، والطعون دي هتبقى في الاداري، فاحنا عارفين بالظبط الدنيا هتمشي ازاي. طعن التحكيم قضاء اداري؟ طعن هيبقى وليس طعن التحكيم تحكيم اعلى. بالظبط. يعني انت هتروح مجلس الدوله القضاء خلص. خلص دوره، هتروح اول درجه قضاء اداري ولا ثاني درجه؟ لا مش عارف اول درجه. تعرف. تمام يعني تمام تمام. انا بتكلم على فكره بالبلدي كده لان الحتت الفنيه لكن طبعا انت هتروح دايره الاستثمار في القضاء الاداري. وفي نفس الوقت بس ما حدش بيجيب السيره، احنا رافعين قضيه ب 140 مليون جنيه على مسك تعويض. انتوا رافعين قضيه ب 140 مليون جنيه تعويض. تعويض بسبب الخسارات اللي احنا. طب هل الحكم ده يعني في البعض يزعم ان هو واجب النفاذ، هل ده صحيح؟ لا لا، لو كان واجب النفاذ كانوا نفذوه. الحكم ده بقى له دلوقتي 3 أسابيع 4 أسابيع داخل على شهر يعني، ما يقدرش ينفذه. طيب استاذ كامل، عايز اخد حضرتك مره ثانيه لملف كره القدم، وانت حضرتك عارف ان الطاغيه في كل العالم بسبب كره القدم. منذ ان جاء مجلس المهندس محمود طاهر
وفتره مهمه جدا وهي الاحلال والتجديد. وابتدى نادي الاهلي يتعاقد مع الكثير من اللاعبين الابرز على الوسط المحلي وايضا الابرز على الوسط الافريقي. مليك اوفونا لاعب منتخب جابون، هنتكلم عن جونيور اجيه منتخب نيجيريا، كوليبالي منتخب الاولمبي لكوت ديفوار، معلول المنتخب التونسي والعديد. كل هذه وطبعا وليد ازارو منتخب اولمبي ومنتخب المغرب، باكا منتخب جنوب افريقيا. كيف تم توفير المقابل المادي لهؤلاء اللعيبه؟ لان طبعا الناس دي مش هتيجي بارقام قليله، كيف تم تنظيم هذا الامر وخاصه نديك طلبات من الكابتن حسام البدري بالتدعيم بهؤلاء اللاعبين؟ طبعا هو ده فرق الاداره، معلش يعني خلينا نتكلم بالصراحه. فرق الاداره ازاي انت تفكر، انت دلوقتي بقى سوق، الرياضه بقت صناعه، الرياضه ان جنرال مش الكره بس، بس طبعا الكره لان هي واخده الشو كله فهي اكتر حاجه باينه يعني، لكن دلوقتي الرياضه بقت صناعه. فانت النهارده ما فيش زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، انت ايراداتك خلاص ما بقاش عندك حد بيصرف عليك زي الوزاره، ايرادات الاشتراكات ما تكفكش، انت بتصرف مبالغ رهيبه، فانت لازم تدور ازاي تقدر تنمي مواردك. فدلوقتي انت بقيت بقيت بتشتغل في الكوره، يعني بجيب لعيبه وببيع لعيبه، ولازم لما ابيع لعيبه تجيب لي مكاسب عشان اقدر اصرف على شراء لعيبه. صفقه ايفونا مثلا دخلت دخل كبير من الاهلي. انت بايع تريزيجيه، بايع رمضان صبحي، بايع ايفونا، اعاره احمد حجازي ربنا يكرمه. ده بقى بيزنس، الكوره بقت كده، بقت بيزنس، الانديه الكبيره كلها انت بتشوفها. طب كيف عوضت هؤلاء؟ طبعا دول نجوم كبار، عوضتهم ازاي؟ عوضناهم باننا جبنا اللعيبه الثانيه، يعني احنا بعنا مثلا زي ما بقول لك، بعنا رمضان، بعنا تريزيجيه، بعنا ايفونا. النهارده احنا جايبين اربعه ثانيين منتخبات بلادهم، او خمسه منتخب، اربعه، احنا جايبين اربعه منتخبات بلادهم. اصلا مجرد ان انا اقول لك ان الاربعه اللي عندنا دول بيلعبوا في منتخبات بلادهم او حتى احتياطي في منتخبات بلادهم. عايز اقول لك كمان في منهم اثنين مرشحين في قائمه الافضل داخل القاره، معلول وجونيور اجاي. بالظبط كده. فانت بتتكلم يعني، بص بقى انت الستاندرد بتاع اللعيبه اللي انت بتجيبه، مستوى ايه اللي انت بتجيبه، مش اي لعيب افريقي. ولذلك الكلام ده كله بقى بيأثر على فرقتك. ولذلك الفرقه الحمد لله ابتدت بتعلى، لان انت بقالك ثلاث سنين بتظبط فيها. لان احنا يوم ما جينا كان في حوالي تسعه لعيبه بيعتزلوا او بيسيبوا النادي. ومش اي تسعه، ومش اي ثمانيه. تسعه منتخب مصر فيهم طبعا جايبين ثلاث بطولات افريقيه لمصر. لازم نعترف ان هم اللي جايبين ثلاث بطولات افريقيه لمصر. وده كان انجاز على فكره، برضو ده انجاز من المجالس اللي قبل كده، هم اللي جابوا الفرقه دي، هم اللي حضروها. اكيد. فاحنا لما جينا كان الناس دي كلها بتعتذر، انت لازم تعمل فرقه من اول وجديد وانت ما عندكش فلوس، ودي اصعب مرحله في كره القدم، وانت ما عندكش فلوس. نعم. لازم برضو ايه، احط خط تحت دي، احنا جينا ما كانش عندنا فلوس وما عندناش لعيبه ولازم نجيب لعيبه، فطبعا بتاخد وقت، امكانياتك لازم تبقى قويه عشان تقدر ان انت تجيب اللعيبه. زي الحمد لله، الحمد لله دلوقتي احنا بنجيب زي ما احنا بنقول دلوقتي، بنجيب اللعيبه اللي احنا عايزينه، لان عندنا واقفين على رجلينا، نقدر، عندنا احنا اسياد قرارنا. هل اصبح هناك، هقول لحضرتك، تسابق ما بين وكلاء اللاعبين ان هو يدي لك الكريمه اللي عنده؟ طبعا، لان هم اولا انت بقيت عندك مصداقيه، لما بتتفق على حاجه بتعملها، فلوس بياخدوها على دايما مالين في وقتها في كل حاجه. فانت دلوقتي ابتديت ليك وضع دلوقتي، وبعدين ابتدينا بقى الوضع كمان ما بقاش بس في شراء لاعبين، بقى في بيع اللاعبين، البراندنج. بالظبط. انت ليك، انت ليك قيمه، ليك تمام. يعني معروف النادي الاهلي، لا ده راجل جد، نشوفه كامل. ده هذا البند يهم الجمهور ويهم الاعضاء. اما بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، فمن المهم ليهم ان هم عايزين، احنا هننتخب المجلس وهننتخب الاستاذ كامل زاهر من اجل، هل تعتبر استكمال الشيخ زايد والفرع الرابع والاستاد ده اللي انت بتعرضه بيه او يعرض بيه مجلس المهندس محمود طاهر وقيمته اللي موجوده حاليا، هذا ما فعلناه وهذا ما سنفعله؟
اكيد. انت النهارده بتتكلم في حوالي من 5 ل 6 مليار جنيه بادجت لمشاريع المفروض انها تتحقق او تحصل، ولازم تحصل لان انت فتحت فيها. يعني مش هينفع، يعني انا من النهارده مش بتكلم في احلام، ما بقولش يا انا نفسي اعمل كذا كذا، لا انا اشتريت ارض الشيخ زايد، يبقى قصدي التجمع تمام. لازم اعملها. الشيخ زايد لسه في مراحل ما كملتش لازم تتعمل. الاستاد انت النهارده مشيت تلتين الخطوات التنفيذيه بتاعته، او لان طبعا الاستاد له خطوات كتير قبل ما تبتدي تشتغل فيه لازم تتعمل. الخطوات دي اللي هي بقى دراسات الجدوى والدراسات الهندسيه والمش عارف كل الكلام ده لازم تعمل. انت مشيت فيه تلتين المشوار، فاضل لنا خطوه واحده هندسيه وخطوه بقى في التراخيص، ومفروض تبقى انت جاهز انك تبتدي تنشئ. فانت الكلام ده كله محتاج فلوس، محتاج اداره اموال، محتاج ان انت تعرف انت هتعمل ايه. انت بتتكلم في تقريبا بلس طبعا المشاريع اللي هي بقى اللي جوه الفروع اللي هي زي الجزيره ومدينه نصر، في حاجات لسه مشاريع كتير. في مبنى انا مش بيتعمل في الجزيره، ده مبنى ايه؟ ده مبنى جديد للاعضاء علشان يبقى صالونات ومطاعم قدامه وكده، لان طبعا احنا اكتشفنا ان المبنى القديم ما بقاش كافي لان الاعضاء كتير، بالذات في ايام الويك اند اللي هم الجمعه والخميس والجمعه والسبت بتبقى الدنيا زحمه جدا، بالذات في الشتاء لما الدنيا بتبقى مبرده الناس بتبقى زحمه على المبنى. فاحنا بنحاول نفتح حتت جديده تنعش النادي. لو احنا مثلا النهارده ان شاء الله لما نبتدي نهد المدرج اللي هو القديم القديم هيديك برضو مساحه جديده. انت بتحاول بالذات في الجزيره تخلق مساحات او تخلق كل متر هناك تخلق مساحات، لان انت بتتكلم في حته قد كده ومشبعه والاعضاء كترت، فانت بتحاول ان انت تخلق شويه مساحات تدي خدمات جديده. بس كامل الاعضاء كترت عضويات ولا كترت جذب بعد ما تم في النادي؟ لا، ما هو الجذب، بص هقول لحضرتك حاجه، الاعضاء اولا القدام ابتدوا يجوا لان النادي، يعني انا اعرف اعضاء كتير صحابي من انديه نادي جنبينا الجزيره الصيد مش عارف ايه ابتدوا يجوا النادي. دلوقتي بيجوا مبسوطين، النادي فيه كل الحاجات اللي هم عاوزينها، بالعكس ده بقى متميز على الانديه الثانيه، فالناس ابتدت ترجع. بلس ان برضو لما النادي بقى اتحسن بالشكل ده، وده برضو فكر استثماري، يعني لما ابتدى يجي لنا عضويات جديده فطبعا اصبح وسيله جذب. بالظبط كده، اصبح وسيله جذب. استاذ كامل برضه عايز اعرف من حضرتك، هل هيتم بيع النادي الاهلي كما يقال؟ والله ده سؤال بريء من فاروق. انت عاوز تشتري؟ لو عاوز تشتري قول لي. هو حد يقدر يشتري؟ فاروق قابض ومعاه فلوس وانا ممكن اكمل. قرشين تعالى. حد يقدر يشتري النادي الاهلي؟ انا ما اعرفش. بص بقول لك ايه، في كلام كتير الواحد والله ما ينفعش يرد عليه، ما ينفعش ترد عليه. يعني انت بتقول لي ابيع النادي الاهلي، يعني ايه ابيع النادي؟ ازاي ابيعه وانا اصلا اقدر ابيعه؟ يعني انا من سلطاتي ابيعه ازاي؟ يعني امدح الواحد اقول له تعالى اشتري النادي الاهلي؟ لو ما قالوا من الماده 10 و11 اللي انتوا عضعانها في لائحتكم التي لم يوافق عليها. الماده 10 و11 يا جماعه، ما هو ده الشركات احنا بنتكلم عليها دلوقتي، شركات الكوره. الماده 10 و11 مخصوص عشان شركه الكوره. شركه الكوره هيبقى فيها ناس بتساهم في الشركه. انت ما بنتشر مش محددناش احنا بالظبط قد ايه النسبه، لان انت برضو الاسهم وكده لازم تبقى عارف هتاخد قد ايه شير تعملها اسهم. لكن في الاخر مفيش حد في الدنيا ممكن يتخيل ان انت هتعمل شركه يبقى النادي الاهلي عنده النسبه الاقل، نسبه الحاكمه عنده بالظبط. فمش ممكن الكلام ده. بص ده كلام استهلاك دعائي زي ما بيقولوا، وتخبيط برضو بمناسبه الانتخابات. يعني عارف انت ما يقول لك موسم، ده موسم انتخابات، فموسم بقى يعني تقول بقى اللي انت عايز تقوله، اهبط كلام ما حدش بيعد. طب استاذ يعني كامل، هل في خطط لتطوير موارد النادي الاهلي حتى يستطيع الانفاق على طبعا فريق الكوره وشركه الكوره، نفس الشيء على الرياضات الاخرى ومواصله الانشاءات والتطوير داخل النادي الاهلي؟ اكيد، لان انت ايه، احنا مثلا لو خدنا بند البث الفضائي، البث الفضائي احنا العقد ما مدينا العقد
كان في العهد اللي فات بند بيسمح ان احنا نمد التعاقد للشركه اللي هي بتاخد البث الفضائي بدون ما ندخل في مزايده لمده سنه واحده. احنا مدينا السنه دي ب 25% زياده اضافي 25% انت على القيمه الاصليه. انت بتتكلم برضو لازم الواحد يبقى شايف النسب. انا ما اقول 25% دي نسبه كبيره جدا من الاصل كام؟ كنا 40 مليون بقينا 50 مليون. يعني انت ال 25 من ال 50 ولا من ال 40؟ لا انت كنت 40 مليون زود 25% ال 10 دي 25 بقيت 50 مليون ودي قفزه. قفزه ايه؟ انت اصلا لما جينا في 2014 كان 16 مليون او 12 مليون حتى 12 مليون ولو كسبت الدوري مش عارف ايه تاخد 4 مليون يعني الحمد اصلا الحمد لله الاهلي يكسب الدوري ماشي. انا النهارده باخد 40 من غير من غير شرط يعني انا بقارن عقد بعقد. العقد الاصلي 12 مليون والعقد الاصلي بتاعي النهارده لما جينا في 2014 40 مليون والنهارده 50 مليون فانت بتزيد. العقود كلها المفروض لازم تبتدي تتكلم على زيادات فنسبه الزياده دي هي بقى التسويق اسم الاهلي اللي هو اللي احنا بنقول عليه. احنا نرجع للنقطه اللي انت قلت لي كنا جبنا الفلوس منين. ما هو تسويق اسم النادي الاهلي هو ده سبب الفلوس اللي جات لنا. مثلا نموذج اللي هو عقد البث ده لما تطلع من عقد البث من 12 ل 40 مليون في خبطه واحده ده عقد تاني خالص ده ما تقدرش تقول زياده. من بعض يقول لك يا فندم ما ده طبيعي اهو كده ده تطور في الزمن فكل حاجه بتتطور طبيعي ماشي. ما حصلش ليه قبل كده؟ طيب ما كل حاجه بتتطور ما حصلش ليه قبل كده؟ بنتكلم في 12 مليون جنيه بقيت 40. انا ده عقد البنك اللي جوه النادي كنا بناخد 5 مليون جنيه في 10 سنين لما جددناه خدنا 56 مليون جنيه في 10 سنين. لا 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 تاني البنك اللي جوه النادي ال 10 سنين ب 5 مليون كان ب 5 مليون خدنا فيهم 5 مليون يعني ال 10 سنين اللي فاتت البنك اللي بنشوفه طول كان ب 5 مليون جنيه 5 مليون جنيه وادخل عقده انتهى كان سنه كام وانتوا جددتوا ب 56 انتهى ساعه ما احنا جينا في 2014 يعني انتوا في 2014 انا بقول لك ده من حظوظ ان احنا لما جينا كان في عقود كتير قوي بتخلص واحنا قدرنا نجددها بالمنطق اللي اتكلمنا عليه ساعه ما كنا في الدعايه الانتخابيه قلنا ان اسم النادي الاهلي لا يسوق كما يجب. غير البث الفضائي يا فندم ايه تاني؟ الرعايه كان 150 مليون جنيه بقى 232 مليون جنيه بين 230 مليون جنيه وبرضه يعني واحد ونص قفزه كبيره واحد ونص المثل يعني انت بتربط قفزه كبيره. فده اللي انا بقوله دي مش زيادات دي طفرات دي عقود جديده ده وجهه نظر نقله جديده بالظبط هي الكلمه دي نقله جديده نقله. احنا اصلا عقد البث الفضائي كانت نقله جديده لما جينا قلنا لا احنا مش هنمشي مع الناس وعملنا سبع انديه جبنا سبع انديه وعملنا العقد الاولاني صحيح واحنا فسخناه وعملنا العقد اللي بعده كان احسن منه ولكن دي كانت نقله تمام ما كانش. فطبعا كل دي نقلات. الملابس كنا بناخد 11 مليون بقينا ناخد 31 مليون. طب وموضوع ازمه الملابس دي يا فندم اللي اتقال الازمه فسخ العقد وكان في عقد بكذا وفي على فكره نعم احنا اللي فسخنا العقد نعم يعني عشان نبقى برضو واضحين العقد بتاع شركه كان اعتقد اسمها سوكر يونايتد او حاجه كده احنا ما فسخناش العقد احنا جينا لقيناها مفسوخ. الناس دي ما كانت هي اللي ماسكه المحلات اللي هي بتاع تسويق الهدوم ستارز اللي عندكم بيسوقوا الهدوم بتاعتنا وكده وقفلوا المحلات ومشيوا وسابوا النادي واعتقد ان احنا جينا كان العقد مفسوخ او انتوا جيتوا لقيتيها مقفوله جينا لقيناها مقفوله طيب الشركات اللي في القانون الجديد اتاح للانديه ان تعملها. الشركات دي من الممكن ان هي تضيف للنادي كنادي. وانا سمعت مره من حضرتك انها ممكن تضيف كمان لاولاد النادي واعضاء النادي الشركات دي كلها. يعني ايه تضيف على يعني الاولاد النهارده انت يبقى عندك شركات في شتى المجالات. قصدك شغال. انت اصلا انت اول حاجه بتبص عليها اولاد النادي. تمام. لو انت عندك الامكانيات في اولاد النادي طبعا احسن لي. فدي بتفتح مجالات ان انت تشغل الناس طبعا. عندك وعندك في كل حاجه. طب ليه ما نبداش باولادنا؟ بالظبط بالظبط كده. بس طبعا في الاخر يعني برضو عشان نبقى واضحين انت بتدور على احسن للشركه
لان الامكانيات بتاع الشخص بتفرق معاك. ما هي اذا كان ولادنا متوافر فيهم. لو انا عندي اثنين زي بعض هاخد ولاد النادي طبعا على طول طبعا. تمام. بس طبعا لو انا واحد عندي من بره احسن كتير بالتاكيد. طبعا بس احنا يعني تمام. طب استاذ كامل، لماذا اخترت ان تكمل المشوار وتترشح لانتخابات النادي الاهلي مع المهندس محمود طاهر؟ احنا عملنا حاجات كتير قوي ولسه عندنا حاجات كتير قوي. انا اول يوم دخلت انا والاستاذ عماد وحيد اول جلسه دخلنا المجلس قلنا للمهندس محمود واحنا في الجلسه احنا مش هنترشح تاني. اول جمله لما دخلنا المجلس اول مره، لان اللي شفناه في الانتخابات سبب اللي شفناه بقى في الانتخابات وبتاع مش ده اللي شفتوه في اللي فات. اللي فات امال انت هتقوله على اللي شفتوه في دي؟ مش عاوز اعلق. طب تمام، هو ده تعليق في حد ذاته. عدم التعليق تعليق. لا 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 صحيح، مش عاوز اتكلم فيها يعني ما يعني ما عليه. فاحنا اول حاجه قلناها له مش عايزين ندخل تاني. الاستاذ عماد حتى صحيا في الاواخر كان تعبان يعني، فهو قدر يقول لا مش هدخل. انا ما قدرتش لان انا وضعي مختلف ماليا وكده، عندنا شغل كتير وزي ما انت شايف مشاريع كبيره جدا، صعب ان انا يعني انا ابن النادي وفعلا حاسس بالمجهود اللي احنا عملناه. و انا سامع ان حضرتك كنت متفرغ في النادي تماما. طبعا انا ما كانش ممكن اعمل كده. ده فرق، بص معلش برضو ارجع اقول تاني، ده فرق اداره، فرق منطق في الاداره. السياسه مختلفه اللي احنا بنشتغل بيها، ولذلك احنا الطفرات اللي عملناها دي والميزانيات اللي احنا عملناها دي فرقت لكده، لان انت النهارده انا مركز في الحته دي. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. الكلام ده كان بيبقى مثلا امين الصندوق منتخب ويعني بيجي يمضي شيكات يعني مش مجرد مشرف يعني حضرتك تقصد؟ لا مش مشرف، بس ما بيدخلش ديبلي في الشغل. انت انا النهارده متواجد كل يوم كاني موظف، وده طبعا هو وضع غريب ولكن سياسيا اداريا وضع سليم، والدليل على كده اللي احنا فيه النهارده. ليه؟ لان انت النهارده انا داخل بكل حاجه، عارف كل كبيره وصغيره، بقدر ان انا ادير زي ما انا عايز كواحد امين صندوق، عارف انا الفلوس دي رايحه فين ودي جايه منين وايه المطلوب مني بكره وايه المطلوب مني بعد بكره. فالكلام ده عشان تدير ميزانيه حجمها النهارده مليار جنيه هتيجي كده كل يوم ربع ساعه وتمشي مثلا؟ ما ينفعش. فانا فعلا اضطريت اتفرغ. ليه؟ لان دي مسؤوليه، انا مسؤوليه اتحطت عليا. لما انتخبت الاعضاء الجمعيه العموميه ادوني مسؤوليه، ما اقدرش ان انا اخدها لايتلي يعني باستخفاف. استاذ كامل، هل القايمه اللي موجوده معاكم الان في الانتخابات هي قايمة المرحلة القادمة بالفعل؟ أكيد. يعني هي الملفات لو حضرتك سمعت الندوات بتاع المهندس محمود اللي احنا عملناها يعني في الفروع والمؤتمر وكده، تعرف انها القايمة دي متفصلة على احتياجات مرحلة. النادي المرحلة الجاية. تمام. ككل، مجموعة ككل. بس يعني خلي بالك هي بس مش كده وبس طبعا، لأن الناس دي إمكانياتها كبيرة جدا، ولكن الفترة يعني حتى لو الملفات دي مش موجودة الناس دي قامات لازم ينفعوا النادي. بس هو أصلا كمان زيادة عن كده إن في ملفات حاليا بتاعتهم، كل واحد بالظبط كده بتاعتهم ماشي عليهم. هي بتاعتهم بالظبط كده راكبة، فجاي هينجز دي بلس حاجات تانية. يعني إيه الملفات اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ ملفات أساسية لازم تبقى موجودة، لازم هتتعمل بأشخاصها دي، والاشخاص دي هي اللي هتفيد فيها. وفي فرعيات كتيره جدا في كل شيء بتضاف بقى، لكن ده الاصل بالظبط، ده الاساس، ده موجود لازم يتعمل، بالاضافه بقى الحاجات اللي هتيجي هتتوزع. لو تم ما قيل في برنامجكم بالملفات بالشخصيات دي هتبقى النقله كبيره للغايه ما بعد النقله كمان. النادي الاهلي سباق في كل شيء من يوم ما فتح لحد النهارده، في كل شيء النادي الاهلي سباق. طيب استاذ كامل، اجابه نعم ام لا، هل الاهلي مخترق؟ مخترق ازاي؟ يعني ايه؟ لا معلش، لا ما انا برضو عشان اجاوب لازم عشان أفهم. سريع يا فندم. ايوه لو انت عاوز كلمه ونص يبقى لا، لكن ما هو برضو كلام عشان سريع. طب كلمه اخيره للجماعه المميزه.
جماعة يومية. أنا طبعا بطلب منهم أنهم لازم يتواجدوا، الكلام ده بقوله في كل حتة، لازم يتواجدوا، يتواجدوا بكثافة، ده حقهم الأصيل، لأن في الآخر أي قرار بيأثر عليهم، فلازم يتواجد ولازم يبقى داخل حاطط نصب عينيه أنه هو جاي ينتخب ليه؟ لمصلحة النادي الأهلي. فلازم يحلل الموقف كويس قوي، يعرف الراجل اللي هيجيبه ده جايبه لمصلحة النادي الأهلي ولا جايبه عشان واحد موصيه عليه ولا قريب مش عارف مين ولا حبيب مين. فلازم يفكر كويس قوي ان ده القرار هيأثر عليه هو بعد كده. بس تاني عشان ارجع للي قاله فاروق، يعني كيف ترى كلمة مخترق اصلا، يعني او التعبير نفسه، يعني انا عايز افهمه. ما هو انا نفسي عايز افهمه. ما هو في كلام كبير يتقال كده ما تعرفش ترد عليه. فمخترق دي منهم. يعني ايه مخترق؟ يعني ايه؟ ما انا مش فاهم مخترق من مين، يعني يهود ولا من ايه ولا ايه بالظبط؟ انا عاوز افهم مخترق ازاي، يعني ايه الدليل انه مخترق، يعني او ايه الشكل اللي بيظهر فتقول اه ده مخترق. النجاحات كتيره دي تدل على انكم مخترقين. طب انا اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. هل حد سمع حاجه عن موضوع الاستاد لغايه الاسبوع اللي فات؟ ابدا محدش يعرف حاجه. تعرف الاستاد ده، انا سافرت مرتين المانيا، المهندس محمود سافر مره فرنسا. الدراسات دي بقى لها اكتر تقريبا سنتين شغالين فيها، محدش عارف حاجه. يا له من اختراق. والله اسرار الفريق الاول فيها كره القدم ولا اي شيء بيظهر للناس. يا له من اختراق. بالظبط الكلام بيكبي بالظبط كده. فانا في الاخر ملوش منطق بالظبط. تيجي تقول لي مخترق، يا له. عارف نورتنا يا فندم. أنا المتشكر جدا وآسف وجعت دماغكم. بالعكس، ده أنت أسعدتني يا فندم. الله يخليك. متشكر جدا متشكر جدا. دي كانت نهاية حلقتنا النهارده مع وزير المالية للنادي الأهلي، وزي ما أنا قلت في البداية أحد أنجح اثنين تولوا هذا المنصب، محمد بيه عبده والأستاذ كامل زاهر. لكم منا كل التحية، أنا وزميلي اللي سعدت بيه طوال الأيام الماضية الكابتن محمد فاروق. شرف لي يا فندم. ربنا يخليك. تعلمت من حضرتك كتير، ويعني برضو كنا نتمنى إن احنا نستضيف القائمة الأخرى للكابتن محمود الخطيب. برنامج الأهلي ينتخب لكل الأهلوية، كنا عايزين نقول لكل الناس ونخلي كل الناس تشرح برامجها، ولكن ربنا يولي من يصلح، والقادم بإذن الله يكون أفضل للنادي الأهلي. دائما وأبدا الأهلي فوق الجميع. ننتظركم، ولسه عندنا تغطيات مهمة جدا في اليومين القادمين، والأهلي ينتخب على قناة النادي. يوم الخميس إن شاء الله حصري عندنا الانتخابات إن شاء الله، وتسمعوا النتيجة من عندنا، وبإذن الله رب العالمين نكون إحنا أول من يبشر بمن يريد البشرى والنجاح للنادي الأهلي. السلام عليكم.